الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 26 من كتاب تلبيس إبليس. نواصل القراءة في ذكر بعض منكرات الصوفية. وعن أبي العباس البغدادي قال: كنا نصحب أبا الحسن ابن أبي بكر الشبلي ونحن أحداث، فأضافنا ليلة، فقلنا: بشرط ألا تدخل علينا أباك. فقال: لا يدخل. فدخلنا داره، فلما أكلنا إذا نحن بالشبلي وبين كل إصبعين من أصابعه شمعة ثمان شموع، فجاء وقعد وسطنا فاحتشمنا منه. فقال: يا سادة، عدوني فيما بينكم طشت شموع. ثم قال: أين غلامي أبو العباس؟ فتقدم إليه فقال: غنني الصوت الذي كنت تغني. ولما بلغ الحيرة حادي جملي حارا، فقلت احطط بها رحلي ولا تحفل بمن سارا. فغنيته فتغير وألقى الشموع من يده وخرج. وعن الحسين بن أحمد بن عبد الرحمن الصفار قال: خرج الشبلي يوم عيد وقد حلق أشفار عينيه وحاجبيه، وتعصب بعصابة وهو يقول: للناس فطر وعيد، إني فريد وحيد. وعن أبي الحسن علي بن محمد بن أبي صابر الدلال قال: وقفت على الشبلي في قبة الشعراء في جامع المنصور والناس مجتمعون عليه، فوقف عليه في الحلقة غلام جميل لم يكن ببغداد في ذلك الوقت أحسن وجها منه، يعرف بابن مسلم، فقال له: تنحى. فلم يبرح. فقال له الثانية: تنحى يا شيطان عنا. فلم يبرح. فقال له في الثالثة: تنحى، وإلا والله خرقت كل ما عليك. وكانت عليه ثياب في غاية الحسن تساوي جملة كثيرة. فانصرف الفتى. فقال الشبلي: طرح اللحم للبزاة على ذروتي عدن، ثم لام البزاة إذ خلعوا منهم الرسن، لو أرادوا صلاحنا ستروا وجهك الحسن. حاشية: البزاة جنس من الصقور الصغيرة أو متوسطة الحجم، تميل أجنحتها إلى القصر وتميل أرجلها إلى الطول، ومن أنواعه الباشق والبيدق، ومفردها البازي. الذروة من كل شيء أعلاه، وعدن اسم موضع جنوب شبه الجزيرة العربية. الرسن ما كان من الأزمة على الأنف، والجمع أرسان وأرسن. انتهت الحاشية. قال ابن عقيل: من قال هذا فقد أخطأ طريق الشرع، لأنه يقول: ما خلق الله عز وجل هذا الإنسان إلا للافتتان به، وليس كذلك، وإنما خلقه للاعتبار والامتحان، فإن الشمس خلقت لتضيء لا لتعبد. وعند أحمد بن محمد النهاوندي قال: مات للشبلي ابن ولد كان اسمه علي، فجزت أمه شعرها عليه، وكان للشبلي لحية كبيرة، فأمر بحلقها جميعها، فقيل له: يا أستاذ، ما حملك على هذا؟ فقال: جزت هذه شعرها على مفقود، ألا أحلق أنا لحيتي على موجود؟ وعن عبد الله ابن علي السراج قال: ربما كان الشبلي يلبس ثيابا مثمنة ثم ينزعها ويضعها فوق النار. قال: وذكر عنه أنه أخذ قطعة عنبر فوضعها على النار يبخر بها ذنب الحمار. وقال بعضهم: دخلت عليه فرأيت بين يديه اللوز والسكر يحرقه بالنار. قال السراج: إنما أحرقه بالنار لأنه كان يشغله عن ذكر الله. قلت: اعتذار السراج عنه أعجب من فعله. قال السراج: وحكي عنه أنه باع عقارا ففرق ثمنه، وكان له عيال فلم يدفع إليهم شيئا، وسمع قارئا يقرأ
اخسأوا فيها. المؤمنون 108. فقال: ليتني كنت واحدا منهم. قلت: وهذا الرجل ظن أن الذي يكلمهم هو الله تعالى، والله لا يكلمهم، ثم لو كلمهم كلام إهانة، فأي شيء هذا حتى يطلب؟ قال السراج: وقال الشبلي يوما في مجلسه: إن لله عبادة لو بزقوا على جهنم لأطفأوها. قلت: وهذا من جنس ما ذكرناه عن أبي يزيد، وكلاهما من إناء واحد. وعن أبي علي الدقاق قال: بلغني أن الشبلي اكتحل بكذا وكذا من الملح ليعتاد السهر ولا يأخذه النوم. قال المصنف رحمه الله: وهذا فعل قبيح لا يحل لمسلم أن يؤذي نفسه، وهو سبب للعمى، ولا تجوز إدامة السهر، لأن فيه إسقاط حق النفس. والظاهر أن دوام السهر والتقلل من الطعام أخرجه إلى هذه الأحوال والأفعال. وعن أبي عبد الله الرازي قال: كساني رجل صوفا، فرأيت على رأس الشبلي قلنسوة تليق بذلك الصوف، فتمنيتها في نفسي، فلما قام الشبلي من مجلسه التفت إلي فتبعته، وكان عادته إذا أراد أن أتبعه يلتفت إلي، فلما دخل داره فقال: انزع الصوف، فنزعته، فلفه وطرح القلنسوة عليه ودعا بنار فأحرقهما. قلت: وقد حكى أبو حامد الغزالي أن الشبلي أخذ 50 دينارا فرماها في دجلة وقال: ما أعزك أحد إلا أذله الله. وأنا أتعجب من أبي حامد الغزالي أكثر من تعجبي من الشبلي، لأنه ذكر ذلك على وجه المدح لا على وجه الإنكار، فأين الفقه وأين أثر الفقه؟ وعن حسين ابن عبد الله القزويني قال: حدثني من كان مجالسا لبنان أنه قال: تعذر علي قوتي يوما ولحقني ضرورة، فرأيت قطعة ذهب مطروحة في الطريق فأردت أخذها، فقلت: لقطة، فتركتها. ثم ذكرت الحديث الذي يروى: لو أن الدنيا كانت دما عبيطة لكان قوت المسلم منها حلالا. حاشية: لا أصل له. السيوطي في الدرر المنثورة في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة في الصفحة 45 بعد 300، والعجلوني في كشف الخفاء في الصفحة 108 بعد 100 و2000، والسخاوي في المقاصد الحسنة في الصفحة 98 بعد 800. انتهت الحاشية. فأخذتها وتركتها في فمي ومشيت غير بعيد، فإذا أنا بحلقة فيها صبيان وأحدهم يتكلم عليهم، فقال له واحد: متى يجد العبد حقيقة الصدق؟ فقال: إذا رمى القطعة من الشدق. فأخرجتها من فمي ورميتها. قال المصنف رحمه الله: لا تختلف الفقهاء أن رميه إياها لا يجوز، والعجب أنه رماها بقول صبي لا يدري ما قال. وقد حكى أبو حامد الغزالي أن شقيقا البلخي جاء إلى أبي القاسم الزاهد وفي طرف كسائه شيء مسرور، فقال له: أي شيء معك؟ قال: لوزات دفعها إلي أخ لي، وقال: أحب أن تفطر عليها. فقال: يا شقيق، وأنت تحدث نفسك أن تبقى إلى الليل؟ لا كلمتك أبدا. فأغلق الباب في وجهي ودخل. قال المصنف رحمه الله: انظر إلى هذا الفقه الدقيق، كيف هجر مسلما على فعل جائز بل مندوب، لأن الإنسان مأمور أن يستعد لنفسه بما يفطر عليه، واستعداد الشيء قبل مجيء وقته حزم. ولذلك قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الأنفال 60. وقد ادخر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه قوت سنة، وجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله وادخر الباقي ولم ينكر عليه. فالجهل بالعلم أفسد هؤلاء الزهاد. وعن أحمد بن إسحاق العماني قال: رأيت بالهند شيخا وكان يعرف بالصابر، قد أتى عليه 100 سنة قد غمض إحدى عينيه،
فقلت له يا صابر ما بلغ من صبرك؟ قال إني هويت النظر إلى زينة الدنيا فلم أحب أن أشتفي منها، فغمضت عيني منذ 80 سنة فلم أفتحها. وقد حكي لنا عن آخر أنه قزع إحدى عينيه وقال النظر إلى الدنيا بعينين إسراف. قلت كان قصده أن ينظر إلى الدنيا بفرد عين، ونحن نسأل الله سلامة العقل. وقد حكى يوسف ابن أيوب الهمداني عن شيخه عبد الله الجوني أنه كان يقول هذه الدولة ما أخرجتها من المحراب بل من موضع الخلاء. حاشية الدالة الشهرة والجمع دال، والدولة الشيء المتداول من مال أو نحو ذلك. انتهت الحاشية. وقال كنت أخدم في الخلاء، فبينما أنا يوما أكنسه وأنظفه قالت لي نفسي أذهبت عمرك في هذا؟ فقلت أنت تأنفين من خدمة عباد الله؟ فوسعت رأس البئر ورميت نفسي فيها وجعلت أدخل النجاسة في فمي، فجاءوا وأخرجوني وغسلوني. قلت انظروا إلى هذا المسكين كيف اعتقد جمع الأصحاب خلفه دولة، واعتقد أن تلك الدولة إنما حصلت بإلقاء نفسه في النجاسة وإدخالها في فيه، وقد نال بذلك فضيلة أثيب عليها بكثرة الأصحاب، وهذا الذي فعله معصية توجب العقوبة. وفي الجملة لما فقد هؤلاء العلم كثر تخبيطهم. وعن محمد بن علي الكتاني قال دخل الحسين بن منصور مكة في ابتداء أمره فجهدنا حتى أخذنا مرقعته، قال السوسي أخذنا منها قملة فوزناها فإذا فيها نصف دانق من كثرة رياضته وشدة مجاهدته. قلت انظروا إلى هذا الجاهل بالنظافة التي حث عليها الشرع وأباح حلق الشعر المحظور على المحرم لأجل تأذيه من القمل، وجابر الحظر بالفدية، وأجهل من هذا من اعتقد هذا رياضته. وعن أبي عبد الله بن مفلح قال كان عندنا فقير صوفي في الجامع فجاع مرة جوعا شديدا فقال يا ربي إما أن تطعمني وإما أن ترميني بشرف المسجد، فجاء غراب فجلس على الشرف فوقعت عليه من تحت رجله آجرة فجرى دمه، وكان يمسح الدم ويقول إيش تبالي بقتل العالم؟ قلت قتل الله هذا ولا أحياه في مقابلته، هذا الاستنباط، هل قام إلى الكسب أو إلى الكدية؟ حاشية الكدية حرفة السائل الملح. انتهى. وعن غلام خليل قال رأيت فقيرا يعدو ويلتفت ويقول أشهدكم على الله هو ذا يقتلني، وسقط ميتا. فصل. وفي الصوفية قوم يسمون الملانيفية. حاشية هكذا وردت في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة، ويبدو أنها الملامتية التي سبق حديث المؤلف عنها بدليل إعادته نفس السياق السابق. والملامنية أو الملامية مذهب سمي أصحابه بهذا الاسم نسبة إلى الملامة أو الملام، لأنهم كانوا لا يظهرون ما ببواطنهم على ظواهرهم، ويعمدون إلى التستر والاستخفاء وراء مظاهر تستدعي أن ينعي الناس عليهم ويغضوا من شأنهم، ولكنهم لا يعنيهم من ذلك شيء، بل الذي يعنيهم هو الاجتهاد في تحقيق كمال الإخلاص ووضع الأمور في مواضعها والاكتفاء بما بينهم وبين الله من تحبب وتودد، وما بينهم وبين أنفسهم من موافقة إرادتهم وعلمهم لإرادة الله وعلمه. انظر الحياة البرزخية، انظر الحياة الروحية في الإسلام في الصفحة 32 والمئة، والتعريفات للجرجاني في الصفحة 30 بعد 200. وانتهت الحاشية. وفي الصوفية قوم يسمون الملانفية اقتحموا الذنوب، وقالوا مقصودنا أن نسقط من أعين الناس فنسلم من الجاه، وهؤلاء قد أسقطوا جاههم عند الله
لمخالفة الشرع. قال: وفي القوم طائفة يظهرون من أنفسهم أقبح ما هم فيه ويكتمون أحسن ما هم عليه، وفعلهم هذا من أقبح الأشياء. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، حاشية سبق تخريجه، انتهى. وقال في حق ماعز: هلا سترته بثوبك يا هذا، حاشية صحيح. مالك في الموطأ في الحدود باب ما جاء في الرجم الصفحة الثالثة، وأبو داود في الحدود باب الستر على أهل الحدود برقم 77 و300 بعد 4000، وأحمد في المسند الجزء الخامس صفحة 17 بعد 200، صحيح الجامع برقم 90 و900 بعد 7000، وانتهت الحاشية. واجتاز على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وهو يتكلم مع صفية زوجته، فقال له: إنها صفية، حاشية سبق تخريجه، انتهى. وقد علم الناس التجافي عما يوجب سوء الظن، فإن المؤمنين شهداء الله في الأرض. وخرج حذيفة إلى الجمعة ففاتته، فرأى الناس وهم راجعون فاستتر لئلا يسوء ظن الناس به، وقد قدمنا هذه. وقال أبو بكر الصديق لرجل قال له: إني لمست امرأة وقبلتها، فقال: تب إلى الله ولا تحدث أحدا بذلك. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني أتيت من أجنبية ما دون الزنا يا رسول الله. قال: ألم تصلي معنا؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ألم تعلم أن الصلاتين تكفر ما بينهما؟ حاشية صحيح بلفظ آخر، البخاري في التفسير سورة هود الجزء الثامن الصفحة 126، ومسلم في التوبة باب قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، الصفحة 349 و400 و445 و500. انتهت الحاشية. وقال رجل لبعض الصحابة: إني فعلت كذا وكذا من الذنوب، فقال: لقد ستر الله عليك لو سترت على نفسك، حاشية صحيح مسلم في التوبة باب قوله إلى آخره، الصفحة 42، انتهى. فهؤلاء قد خالفوا الشريعة وأرادوا قطع ما جبلت عليه النفوس. فصل. وقد اندس في الصوفية أهل الإباحة فتشبهوا بهم حفظا لدمائهم، وهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول كفار، فمنهم قوم لا يقرون بالله سبحانه وتعالى، ومنهم من يقر به ولكن يجحد النبوة ويرى أن ما جاء به الأنبياء محال. وهؤلاء لما أرادوا إمراح أنفسهم في شهواتها لم يجدوا شيئا يحقنون به دماءهم ويستترون به وينالون فيه أغراض النفوس كمذهب التصوف، فدخلوا فيه ظاهرة وهم في الباطن كفرة، وليس لهؤلاء إلا السيف، لعنهم الله. حاشية يقال: أمرح فلانا حمله على المرح، وأمرح الكلأ الفرس أنشطه، انتهت الحاشية. القسم الثاني قوم يقرون بالإسلام إلا أنهم ينقسمون قسمين. القسم الأول يقلدون في أفعالهم لشيوخهم من غير اتباع دليل ولا شبهة، فهم يفعلون ما يأمرونهم به وما رأوهم عليه، حاشية واضح من السياق أن المؤلف لم يذكر القسم الثاني المكمل للقسم الأول، وهما تابعان للقسم الثاني من الأقسام الثلاثة الرئيسة، انتهت الحاشية. القسم الثالث قوم عرضت لهم شبهات فعملوا بمقتضاها، والأصل الذي نشأت منه شبهاتهم أنهم لما هموا بالنظر في مذاهب الناس لبس عليهم إبليس فأراهم أن الشبهة تعارض الحجج، وأن التمييز يعسر، وأن المقصود أجل من أن ينال بالعلم، وإنما الظفر به رزق يساق إلى العبد لا بالطلب، فسد عليهم باب النجاة الذي هو طلب العلم، فصاروا يبغضون اسم العلم كما يبغض الرافضي اسم أبي بكر وعمر، ويقولون: العلم حجاب، والعلماء محجوبون عن المقصود بالعلم. فإن أنكر عليهم عالم قالوا لأتباعهم: هذا موافق لنا في الباطن،
وإنما يظهر ضد ما نحن فيه للعوام من ضعاف العقول. فإن جد في خلافهم قالوا هذا أبله مقيد بقيود الشريعة محجوب عن المقصود، ثم عملوا على شبهات وقعت لهم، ولو فطنوا لعلموا أن علمهم بمقتضى شبهاتهم علم، فقد بطل إنكارهم العلم. وأنا أذكر شبهاتهم وأكشفها إن شاء الله تعالى، وهي ست شبهات. الشبهة الأولى أنهم قالوا إذا كانت الأمور مقدرة في القدم، وأن أقواما خصوا بالسعادة وأقواما بالشقاوة، والسعيد لا يشقى والشقي لا يسعد، والأعمال لا تراد لذاتها بل لاجتلاب السعادة ودفع الشقاوة، وقد سبقنا وجود الأعمال فلا وجه لإتعاب النفس في عمل ولا نكفها عن ملذوذ، لأن المكتوب في القدر واقع لا محالة. والجواب عن هذه الشبهة أن يقال لهم هذا رد لجميع الشرائع وإبطال لجميع أحكام الكتب وتبكيت للأنبياء كلهم فيما جاءوا به، لأنه إذا قال في القرآن أقيموا الصلاة قال القائل لماذا؟ إن كنت سعيدة فمصيري إلى السعادة، وإن كنت شقية فمصيري إلى الشقاوة، فما تنفعني إقامة الصلاة؟ وكذلك إذا قال ولا تقربوا الزنا يقول القائل لماذا أمنع نفسي ملذوذها؟ والسعادة والشقاوة مقضيتان قد فرغ منهما. وكان لفرعون أن يقول لموسى حين قال له هل لك إلى أن تزكى؟ النازعات 18. كان له أن يقول له مثل هذا الكلام ثم يترقى إلى الخالق فيقول ما فائدة إرسالك الرسل وما وسيجري ما قدرته، وما يفضي إلى رد الكتب وتجهيل الرسل محال باطل. ولهذا كان رد الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه حين قالوا ألا نتكل، فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. حاشية صحيح البخاري في التفسير باب سورة والليل إذا يغشى الجزء الثامن وصفحة 78 و500 79 و500 80 و500 ومسلم في القدر باب كيفية خلق الآدمي من الصفحة 6 إلى 9 وانتهت الحاشية. واعلم أن للآدمي كسبا هو اختياره، فعليه يقع الثواب والعقاب، فإذا خالف تبين لنا أن الله عز وجل قضى في السابق بأن يخالفه، وإنما يعاقبه على خلافه لا على قضائه، ولهذا يقتل القاتل ولا يعتذر له بالقدر. وإنما ردهم الرسول عن ملاحظة القدر إلى العمل، لأن الأمر والنهي حال ظاهرة، والمقدر من ذلك أمر باطن، وليس لنا أن نترك ما عرفناه من تكليف ما لا نعلمه من المقضي. وقوله فكل ميسر لما خلق له إشارة إلى أسباب القدر، فإن من قضي له بالعلم يسر له طلبه وحبه وفهمه، ومن حكم له بالجهل نزع حب العلم من قلبه، وكذلك من قضي له بولد يسر له النكاح، ومن لم يقض له بولد لم ييسر له. الشبهة الثانية أنهم قالوا إن الله عز وجل مستغن عن أعمالنا غير متأثر بها معصية كانت أو طاعة، فلا ينبغي أن نتعب أنفسنا في غير فائدة. وجواب هذه الشبهة أن نجيب أولا بالجواب الأول ونقول هذا رد على الشرع فيما أمر به، فكأننا قلنا للرسول وللمرسل إليه لا فائدة فيما أمرتنا به، فكأننا قلنا للرسول وللمرسل لا فائدة فيما أمرتنا به. ثم نتكلم عن الشبهة فنقول من يتوهم أن الله جل وعلا ينتفع بطاعة أو يتضرر بمعصية أو ينال بذلك غرضا فما عرف الله جل جلاله، لأنه مقدس عن الأعراض والأغراض ومن انتفاع أو ضرر، وإنما نفع الأعمال يعود على أنفسنا كما قال عز وجل ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه العنكبوت 6، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه
فاطر 18. وإنما يأمر الطبيب المريض بالحمية لمصلحة المريض لا لمصلحة الطبيب. وكما أن للبدن مصالح من الأغذية ومضار، فللنفس مصالح من العلم والجهل والاعتقاد والعمل. فالشرع كالطبيب، فهو أعرف بما يأمر به من المصالح. هذا مذهب من علل، وأكثر العلماء قالوا أفعاله لا تعلل. وجواب آخر، وهو أنه إذا كان غنيا عن أعمالنا كان غنيا عن معرفتنا له، وقد أوجب علينا معرفته، فكذلك أوجب طاعته. فينبغي أن تنظر إلى أمره لا إلى الغرض بأمره. الشبهة الثالثة، قالوا قد ثبتت ساعة رحمة الله سبحانه وتعالى وهي لا تعجز عنا، فلا وجه لحرمان نفوسنا مرادها. فالجواب كالجواب الأول، لأن هذا القول يتضمن إطراح ما جاء به الرسل من الوعيد وتهوين ما شددت في التحذير منه في ذلك وبالغت في ذكر عقابه. ومما يكشف التلبيس في هذا أن الله عز وجل كما وصف نفسه بالرحمة وصفها بشديد العقاب. ونحن نرى الأولياء والأنبياء يبتلون بالأمراض والجوع ويؤخذون بالزلل، وكيف وقد خافه من قطع له بالنجاة. فالخليل يقول يوم القيامة نفسي نفسي، والكليم يقول نفسي نفسي، وهذا عمر رضي الله عنه يقول الويل لعمر إن لم يغفر له. واعلم أن من رجا الرحمة تعرض لأسبابها، فمن أسبابها التوبة من الزلل، كما أن من رجا أن يحصد زرع. وقد قال الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، البقرة 18 بعد 200. يعني أن الرجاء بهؤلاء يليق، وأما المصرون على الذنوب وهم يرجون الرحمة فرجاؤهم بعيد. وقد قال عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. حاشية ضعيف الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع برقم 59 و403 آلاف، وابن ماجة في الزهد باب ذكر الموت والاستعداد له برقم 60 و200 بعد 4 آلاف، وأحمد في المسند الجزء الرابع الصفحة 24، والحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة 57، والجزء الرابع الصفحة 51 بعد 200، وضعيف الجامع للألباني في الصفحة 10 بعد 304 آلاف، وانتهت الحاشية. وقد قال معروف الكرخي رجاؤك لرحمتي من لا تطيعه خذلان وحمق. وعلم أنه ليس في الأفعال التي تصدر من الحق سبحانه وتعالى ما يوجب أن يؤمن عقابه، إنما في أفعاله ما يمنع اليأس من رحمته. وكما لا يحسن اليأس لما يظهر من لطفه في خلقه، لا يحسن الطمع لما يبدو من أخذانه وانتقامه. فإن من قطع أشرف عضو بربع دينار لا يؤمن أن يكون عقابه غدا هكذا. انتهى الوجه الأول. الوجه الثاني يبدأ حالا. الشبهة الرابعة، أن قوما منهم وقع لهم أن المراد رياضة النفوس لتخلص من أكدارها المردية، فلما راضوها مدة ورأوا تعذر الصفاء قالوا ما لنا نتعب أنفسنا في أمر لا يحصل لبشر، فتركوا العمل. وكشف هذا التلبيس أنهم ظنوا أن المراد قمع ما في البواطن من الصفات البشرية مثل قمع الشهوة والغضب وغير ذلك، وليس هذا مراد الشرع، ولا يتصور إزالة ما في الطبع بالرياضة، وإنما خلقت الشهوات لفائدة، إذ لولا شهوة الطعام هلك الإنسان، ولولا شهوة النكاح انقطع النسل، ولولا الغضب لم يدفع الإنسان عن نفسه ما يؤذيه. وكذلك حب المال مركوز في الطباع لأنه يوصل إلى الشهوات، وإنما المراد من الرياضة كف النفس عما يؤذي من جميع ذلك وردها إلى الاعتدال فيه.
وقد مدح الله عز وجل من نهى النفس عن الهوى، وإنما تنتهي عما تطلبه، ولو كان طلبه قد زال عن طبعها ما احتاج الإنسان إلى نهيها. وقد قال الله عز وجل: والكاظمين الغيظ، آل عمران 34:100، وما قال: والفاقدين الغيظ. والكظم رد الغيظ، يقال كظم البعير على جرته إذا ردها في حلقه، حاشية: الجرة ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه، انتهى. فمدح من رد النفس عن العمل بمقتضى هيجان الغيظ، فمن ادعى أن الرياضة تغير الطباع ادعى المحال. وإنما المقصود بالرياضة كسر شره شهوة النفس والغضب لا إزالة أصلها، حاشية: الشره الحدة، يقال أعوذ بالله من شره الغضب، انتهى. والمرتاض كالطبيب العاقل عند حضور الطعام يتناول ما يصلحه ويكف عما يؤذيه. وعادم الرياضة كالصبي الجاهل يأكل ما يشتهي ولا يبالي بما جنى. الشبهة الخامسة: أن قوما منهم داموا على الرياضة مدة فرأوا أنهم قد تجوهروا، حاشية: الجوهر هو حقيقة الشيء وذاته، وفي الفلسفة ما قام بنفسه، ويقابله العرض وهو ما يقوم بغيره، انتهى. فرأوا أنهم قد تجوهروا فقالوا: لا نبالي الآن ما عملنا، وإنما الأوامر والنواهي رسوم للعوام، ولو تجوهروا لسقطت عنهم. قالوا: وحاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة، والمراد هنا ضبط العوام، ولسنا من العوام فندخل في حجر التكليف، لأن قد تجوهرنا وعرفنا الحكمة. وهؤلاء قد رأوا أن من أثر جوهرهم ارتفاع الحمية عنهم، حتى إنهم قالوا: إن رتبة الكمال لا تحصل إلا لمن رأى أهله مع أجنبي فلم يقشعر جلده، فإن اقشعر جلده فهو ملتفت إلى حظ نفسه ولم يكمل بعد، إذ لو كمل لماتت نفسه، فسموا الغيرة نفسا، وسموا ذهاب الحمية الذي هو وصف المخانيث كمال الإيمان. وقد ذكر ابن جرير في تاريخه أن الريواندية كانوا يستحلون الحرمات، فيدعو الرجل منهم الجماعة إلى بيته فيطعمهم ويسقيهم ويحملهم على امرأته. وكشف هذه الشبهة أنه ما دامت الأشباح قائمة فلا سبيل إلى ترك الرسوم الظاهرة من التعبد، فإن هذه الرسوم وضعت لمصالح الناس، وقد يغلب صفاء القلب على كدر الطبع، إلا أن الكدر يرسب مع الدوام على الخير ويركد، فأقل شيء يحركه كالمدرة تقع في الماء الذي تحته حمأة، حاشية: المدر الطين اللزج المتماسك، والقطعة منه مدرة، الحمأ الطين الأسود المنتن، والقطعة منه حمأة، انتهى. وما مثل هذا الطبع إلا كالماء يجري بسفينة النفس والعقل مداد، ولو أن المداد مد 20 فرسخة ثم أهمل عادت السفينة تنحدر. ومن ادعى تغير طبعه كذب، ومن قال إني لا أنظر إلى المستحسنات بشهوة لم يصدق. وكيف وهؤلاء لو فاتتهم لقمة أو شتمهم شاتم تغيروا، فأين تأثير العقل والهوى يقودهم؟ وقد رأينا أقواما منهم يصافحون النساء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم لا يصافح المرأة، حاشية: حديث صحيح بلفظ إني لا أصافح النساء، وحسن بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء في البيعة، أحمد في المسند الجزء الثاني 213 بعد 200، صحيح الجامع للألباني برقم 13500 بعد 2000، وبرقم 56800 بعد 4000، والسلسلة الصحيحة له في الصفحة 29500 وفي الصفحة 30500، وانتهت الحاشية.
وبلغنا عن جماعة منهم أنهم يؤاخون النساء ويخلون بهن ثم يدعون السلامة، وقد رأوا أنهم يسلمون من الفاحشة وهيهات، فأين السلامة من إثم الخلوة المحرمة والنظر الممنوع منه؟ وأين الخلاص من جولان الفكر الرديء؟ وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو خلا عظمان نخران لهم أحدهما بالآخر، يشير إلى الشيخ والعجوز. وعن ابن شاهين قال: ومن الصوفية قوم أباحوا الفروج بادعاء الأخوة، فيقول أحدهم للمرأة: تواخيني على ترك الاعتراض فيما بيننا. قلت: وقد روى لنا أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي الحكيم في كتاب رياضة النفوس قال: روي لنا أن سهل ابن علي المروزي كان يقول لامرأة أخيه وهي معه في الدار: استتري مني زمانا، ثم قال لها: كوني كيف شئت. قال الترمذي: وكان ذلك منه حين وجد شهوته. قلت: أما موت الشهوة هذا لا يتصور مع حياة الآدمي، وإنما يضعف، والإنسان قد يضعف عن الجماع، ولكنه يشتهي اللمس والنظر، ثم يقدر أن جميع ذلك ارتفع عنه. أليس نهى الشرع عن النظر؟ والنظر باق وهو عام. وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قيل لأبي نصر النصر آباذي إن بعض الناس يجالسون النسوان ويقولون: أنا معصوم في رؤيتهن، فقال: ما دامت الأشباح قائمة فإن الأمر والنهي باق، والتحليل والتحريم مخاطب به، ولن يجترئ على الشبهات إلا من يتعرض للمحرمات. وقد قال أبو علي الروذباري: سئل عمن يقول: وصلت إلى درجة لا تؤثر في اختلاف الأحوال، فقال: قد وصل ولكن إلى سقر. وعن أبي القاسم الجنيد قال: قلت لرجل ذكر المعرفة، فقال الرجل: أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله عز وجل. فقال الجنيد: إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال، وهذه عندي عظيمة، والذي يسرق ويزني أحسن حالا من الذي يقول هذا، وإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله وإليه رجعوا فيها، ولو بقيت 1000 عام لم أنقص من أعمال البر ذرة إلا أن يحال بي دونها، لأنه أوكد في معرفتي به وأقوى في حالي. وعن أبي الحسين النوري قال: من رأيته يدعي مع الله عز وجل حاله تخرجه عن حد علم شرعي فلا تقربنه، ومن رأيته يدعي حالة باطنة لا يدل عليها ولا يشهد لها حفظ ظاهر فاتهمه على دينه. الشبهة السادسة: أن أقواما بالغوا في الرياضة فرأوا ما يشبه نوع كرامات أو منامات صالحة، أو فتح عليهم كلمات لطيفة أثمرها الفكر والخلوة، فاعتقدوا أنهم قد وصلوا إلى المقصود. وقد وصلنا فما يضرنا شيء، ومن وصل إلى الكعبة انقطع عن السير، فتركوا الأعمال، إلا أنهم يزينون ظواهرهم بالمرقعة والسجادة والرقص والوجد، ويتكلمون بعبارات الصوفية في المعرفة والوجد والشوق، وجوابهم هو جواب الذين قبلهم. قال ابن عقيل: اعلم أن الناس شردوا على الله عز وجل، وبعدوا عن وضع الشرع إلى أوضاعهم المخترعة، فمنهم من عبد سواه تعظيما له عن العبادة، وجعلوا تلك وسائل على زعمهم، ومنهم من وحد إلا أنه أسقط العبادات، وقال: هذه أشياء نصبت للعوام لعدم المعارف، وهذا نوع شرك، لأن الله عز وجل لما عرف أن معرفته ذات قعر بعيد وجو عال وبعيد أن يتقي من لم يعرف خوف النار، لأن الخلق قد عرفوا قدر لذعها، وقال لأهل المعرفة: ويحذركم الله نفسه،
آل عمران 28، وعلم أن المتعبدات أكثرها تقتضي الإنس بالأمثال ووضع الجهات والأمكنة والأبنية والحجارة للإنسان والاستقبال، فأبان عن حقائق الإيمان به فقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، البقرة 77:100. وقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، الحج 37. فعلم أن المعول على المقاصد، ولا يكفي مجرد المعارف من غير امتثال، كما تعول عليه الملحدة الباطنية وشطاح الصوفية. وعن أبي القاسم ابن علي بن المحسن التنوخي عن أبيه قال: حاشية: علي بن المحسن ابن علي بن محمد بن أبي الفهم أبو القاسم التنوخي. قال ابن الجوزي: وتنوخ اسم لعدة قبائل اجتمعوا بالبحرين وتحالفوا على التناصر والتآزر فسموا تنوخا. سمع الحديث وولي القضاء بالمدائن، وكان صدوقا محتاطا، إلا أنه كان يميل إلى الاعتزال والرفض. توفي 47 و400، البداية والنهاية، الجزء 12، الصفحة 67. انتهت الحاشية. قال: أخبرني جماعة من أهل العلم أن بشيراز رجل يعرف بابن خفيف البغدادي شيخ الصوفية هناك، يجتمعون إليه ويتكلم على الخطرات والوساوس، ويحضر حلقته ألوف من الناس، وأنه فاره فهم حاذق. حاشية: فارها جامل وحسن ونشط ومهر. انتهى. فاستغوى الضعفاء من الناس إلى هذا المذهب. قال: فمات رجل منهم من أصحابه وخلف زوجة صوفية، فاجتمع النساء الصوفيات وهن خلق كثير، ولم يختلط بمأتمهن غيرهن، فلما فرغوا من دفنه دخل ابن خفيف وخواص أصحابه وهم عدد كثير إلى الدار، وأخذ يعزي المرأة بكلام الصوفية إلى أن قالت: قد تعزيت. فقال لها: ها هنا غير؟ فقالت: لا غير. قال: فما معنى إلزام النفوس آفات الغموم وتعذيبها بعذاب الهموم؟ ولأي معنى نترك الامتزاج لتلتقي الأنوار وتصفو الأرواح ويقع الإخلافات وتنزل البركات؟ قال: فقالت النساء: إذا شئت. قال: فاختلط جماعة الرجال بجماعة النساء طول ليلتهم، فلما كان سحر خرجوا. قال المحسن: قوله ها هنا غير، أي ها هنا غير موافق المذهب. فقالت: لا غير، أي ليس مخالف. وقوله نترك الامتزاج كناية عن الممازجة في الوطأ، وقوله لتلتقي الأنوار عندهم أن في كل جسم نورا إلهية، وقوله الإخلافات أي يكون لكن خلف ممن مات أو غاب من أزواجكن. قال المحسن: وهذا عندي عظيم، ولولا أن جماعة يخبروني يبعدون عن الكذب ما حكيته لعظمه عندي واستبعاد مثله أن يجري في دار الإسلام. قال: وبلغني أن هذا ومثله شاع حتى بلغ عضد الدولة، فقبض على جماعة منهم وضربهم بالسياط وشرد جموعهم فكفوا. فصل. ولما قل علم الصوفية بالشرع صدر منهم من الأفعال والأقوال ما لا يحل، مثل ما قد ذكرنا، ثم تشبه بهم من ليس منهم وتسمى باسمهم، وصدر عنهم مثل ما قد حكينا، وكان الصالح منهم نادرا، ذمهم خلق من العلماء وعابوهم حتى عابهم مشايخهم. وعن عبد الملك بن زياد النصيبي قال: كنا عند مالك فذكرت له صوفيين في بلادنا، فقلت له: يلبسون فواخر ثياب اليمن ويفعلون كذا. قال: ويحك، ومسلمون هم؟ قال: فضحك حتى استلقى. قال:
فقال لي بعض جلسائه: يا هذا، ما رأينا أعظم فتنة على هذا الشيخ منك، ما رأيناه ضاحكا قط. وعن يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي يقول: لو أن رجلا تصوف أول النهار لا يأتي الظهر حتى يصير أحمق. وعنه أيضا أنه قال: ما لزم أحد الصوفية 40 يوما فعاد عقله إليه أبدا. وأنشد الشافعي: ودع الذين إذا أتوك تنسكوا، وإذا خلوا كانوا ذئاب خرافي. وعن حاتم قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: قال أبو سليمان: ما رأيت صوفيا فيه خير إلا واحدا، عبد الله بن مرزوق، قال: وأنا أرق لهم. عيونس بن عبد الأعلى قال: ما رأيت صوفيا عاقلا إلا إدريس الخولاني. قال السلمي: هو مصري من قدماء مشايخهم قبل ذي النون. وعيونس بن عبد الأعلى قال: صحبت الصوفية 30 سنة ما رأيت فيهم عاقلا إلا مسلم الخواص. وعن أحمد بن أبي الحواري قال: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: سمعت عاصما يقول: ما زلنا نعرف الصوفية بالحماق إلا أنهم يستترون بالحديث. وعن سفيان عن عاصم قال: قال لي وكيع: لما تركت حديث هشام؟ قلت: صحبت قوما من الصوفية وكنت بهم معجبا، فقالوا: إن لم تمح حديث هشام قاطعناك، فأطعتهم. قال: إن فيهم حمقى. وعن يحيى بن يحيى قال: الخوارج أحب إلي من الصوفية. حاشية: هاجم الخوارج الصوفية وعابوا مسلكهم، كما أن الشيعة أنكروا التصوف، لأن الحياة الصوفية تتمثل في طلب الرضا من غير توسل بالآئمة، بينما الإمامة تشكل عنصرا أساسيا في عقيدة الشيعة. انتهت الحاشية. وعن يحيى بن معاذ قال: اجتنب صحبة 3 أصناف من الناس: العلماء الغافلين، والفقراء المداهنين، والمتصوفة الجاهلين. وقد ذكرنا في أول ردنا على الصوفية من هذا الكتاب أن الفقهاء بمصر أنكروا على ذي النون ما كان يتكلم به، وبسطام على أبي يزيد وأخرجوه، وأخرجوا أبا سليمان الداراني، وهرب من أيديهم أحمد بن أبي الحواري وسهل التستري، وذلك لأن السلف كانوا ينفرون من أدنى بدعة ويهجرون عليها تمسكا بالسنة. ولقد حدثني أبو الفتح ابن السامري قال: جلس الفقهاء في بعض الأربطة للعزاء بفقيه مات، فأقبل الشيخ أبو الخطاب الكلوذاني الفقيه متوكئا على يدي حتى وقف بباب الرباط وقال: يعز علي لو رآني بعض أصحابنا ومشايخنا القدماء وأنا أدخل هذا الرباط. قلت: على هذا كان أشياخنا، فأما في زماننا هذا فقد اصطلح الذئب والغنم. قال ابن عقيل: نقلته من خطه: وأنا أذم الصوفية لوجوه يوجب الشرع ذم فعلها، منها أنهم اتخذوا مناخ البطالة وهي الأربطة، فانقطعوا إليها عن الجماعات في المساجد، فلا هي مساجد ولا بيوت ولا خانات، وصمدوا فيها للبطالة عن أعمال المعاش، وبدنوا أنفسهم. حاشية: يقال بدن بدنا وبدنا، سامنا وضخ ما فهو باد وهي بادنة، وبد بدنا فهو وهي بدين. انتهت الحاشية. وبدنوا أنفسهم بدن البهائم للأكل والشرب والرقص والغناء، وعولوا على الترقيع المعتمد به التحسين تلميع والمشاوذ بألوان مخصوصة. حاشية: المشوذ العمامة، وفي الحديث: أمرهم أن يمسحوا على المشاوذ والتساخين. انتهى. أوقع في نفوس العوام والنسوة من تلميع السقلاطون. حاشية: يبدو أنها سجلاط، وهو ياسمين، وقناع من صوف أو ثياب كتان، وخز سجلاطي رومية معربة. انتهى.
من تلميع السقلاطون بألوان الحرير، واستمال النسوة والمردان بتصنع الصور واللباس، فما دخلوا بيتا فيه نسوة فخرجوا إلا عن فساد قلوب النسوة على أزواجهن. ثم يقبلون الطعام والنفقات من الظلمة والفجار وغاصب الأموال كالعداد والأجناد وأرباب المكوس، ويستصحبون المردان في السماعات يجلبونهم في الجموع مع ضوء الشموع، ويخالطون النسوة الأجانب ينصبون لذلك حجة إلباسهن الخرقة، ويستحلون بل يوجبون اقتسام ثياب من طرب فسقط ثوبه، ويسمون الطرب وجدا والدعوة وقتا واقتسام ثياب الناس حكما، ولا يخرجون عن بيت دعوا إليه إلا عن إلزام دعوة أخرى يقولون إنها وجبت، واعتقاد ذلك كفر وفعله فسوق، ويعتقدون أن الغناء بالقضبان قربة. وقد سمعنا عنهم أن الدعاء عند حدو الحادي وعند حضور المخدة مجاب اعتقادا منهم أنه قربة، وهذا كفر أيضا، لأن من اعتقد المكروه والحرام قربة كان بهذا الاعتقاد كافرا، والناس بين تحريمه وكراهيته، ويسلمون أنفسهم إلى شيوخهم، فإن عولوا إلى مرتبة شيخه قيل الشيخ لا يعترض عليه. حاشية: هناك خلل واضح في سياق حديث المؤلف، وربما سقطت بعض الألفاظ من المخطوطة. انتهت الحاشية. فحد من حل رسن ذلك الشيخ وانحطاطه في سلك الأقوال المتضمنة للكفر والضلال المسمى شطحة، وفي الأفعال المعلومة كونها في الشريعة فسقا. فإن قبل أمرد قيل رحمة، وإن خلا بأجنبية قيل بنته وقد لبست الخرقة، وإن قسم ثوبا على غير أربابه من غير رضا مالكه قيل حكم الخرقة. وليس لنا شيخ نسلم إليه حاله، إذ ليس لنا شيخ غير داخل في التكليف، وأن المجانين والصبيان يضرب على أيديهم، وكذلك البهائم، والضرب بدل من الخطاب. ولو كان لنا شيخ يسلم إليه حاله لكان ذلك الشيخ أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وقد قال: إن اعوججت فقوموني، ولم يقل فسلموا إلي. ثم انظر إلى الرسول صلوات الله عليه كيف اعترضوا عليه، فهذا عمر يقول: ما بالنا نقصر وقد أمنا. حاشية: صحيح مسلم في صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم 4. انتهى. وآخر يقول: تنهانا عن الوصال وتواصل. حاشية: صحيح البخاري في الصوم، باب الوصال وباب التنكيل لمن أكثر الوصال وباب الوصال إلى السحر. الجزء الرابع، الصفحة 38 بعد 200، 42 بعد 200، 45 بعد 200. ومسلم في الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، من الصفحة 55 إلى 61. وانتهت الحاشية. وآخر يقول: أمرتنا بالفسخ ولم تفسخ. حاشية: صحيح بمعناه. مسلم في الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه، الصفحة 40 إلى 44. انتهى. ثم إن الله تعالى تقول له الملائكة: أتجعل فيها؟ البقرة 30. ويقول موسى: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ الأعراف 55. وإنما هذه الكلمة جعلها الصوفية ترفيها لقلوب المتقدمين وسلطنة سلكوها على الأتباع والمريدين، كما قال تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه. الزخرف 54. ولعل هذه الكلمة من القائلين منهم بأن العبد إذا عرف لم يضره ما فعل، وهذه نهاية الزندقة، لأن الفقهاء أجمعوا على أنه لا حالة ينتهي إليها العارف إلا ويضيق عليه التكاليف، كأحوال الأنبياء يضايقون في الصغائر.
فالله الله في الإصغاء إلى هؤلاء الفرع الخالين من الإثبات، وإنما هم زنادقة جمعوا بين مدارع العمال مرقعات وصوف حاشية. المدرع والمدرعة والدراعة ثوب من صوف، وجبة مشقوقة المقدم، والجمع مدارع، انتهى. وبين أعمال الخلعاء الملحدة أكل وشرب ورقص وسماع وإهمال لأحكام الشرع، ولم تتجاسر الزنادقة أن ترفض الشريعة حتى جاءت المتصوفة فجاءوا بوضع أهل الخلاعة. فأول ما وضعوا أسماء وقالوا حقيقة وشريعة، وهذا قبيح لأن الشريعة ما وضعها الحق لمصالح الخلق، فما الحقيقة بعدها سوى ما وقع في النفوس من إلقاء الشياطين، وكل من رمى الحقيقة في غير الشريعة فمغرور مخدوع. وإن سمعوا أحدا يروي حديثا قالوا مساكين، أخذوا علمهم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. فمن قال حدثني أبي عن جدي قلت حدثني قلبي عن ربي، فهلكوا وأهلكوا بهذه الخرافات، أهلكوا بها قلوب الأغمار وأنفقوا عليها الأموال. حاشية: غمار الناس غمارهم، ورجل غمر لم يجرب الأمور، انتهت الحاشية. لأن الفقهاء كالأطباء، والنفقة في ثمن الدواء صعبة، والنفقة على هؤلاء كالنفقة على المغنيات، وبغضهم الفقهاء أكبر الزندقة، لأن الفقهاء يحضرونهم بفتاويهم عن ضلالهم وفسقهم، والحق يثقل كما تثقل الزكاة. وما أخف البذل على المغنيات وإعطاء الشعراء على المدائح، وكذلك بغضهم لأصحاب الحديث، وقد أبدلوا إزالة العقل بالخمر بشيء سموه الحشيش والمعجون، والغناء المحرم سموه السماع والوجد، والتعرض بالوجد المزيل للعقل حرام. كفى الله الشريعة شر هذه الطائفة الجامعة بين دهمثة في اللبس وطيبة في العيش. حاشية: الدهمثة يقال أرض دهمثة سهلة، والدهموث الكريم، انتهت الحاشية. وخداع بألفاظ معسولة ليس تحتها سوى إهمال التكريث وهجران الشرع، ولذلك خفوا على القلوب، ولا دلالة على أنهم أرباب باطل أوضح من محبة طباع الدنيا لهم كمحبتهم أرباب اللهو والمغنيات. انتهى الشريط 26 من كتاب تلبيس إبليس، وللكتاب بقية على الشريط التالي. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 27 من كتاب تلبيس إبليس. نواصل القراءة في جملة من منكرات الصوفية. قال ابن عقيل: فإن قال قائل هم أهل نظافة ومحاريب وحسن سمت وأخلاق، قال: فقلت لهم: لو لم يضعوا طريقة يجتذبون بها قلوب أمثالكم لم يدم لهم عيش، والذي وصفتهم به رهبانية نصرانية. ولو رأيت نظافة أهل التطفيل على الموائد ومخانيث بغداد ودماثة المغنيات لعلمت أن طريقهم طريقة الفكاهة والخداع. وهل يخدع الناس إلا بطريقة أو لسان؟ فإذا لم يكن للقوم قدم في العلم ولا طريقة، فبماذا يجتذبون قلوب أرباب الأموال؟ واعلم أن حمل التكليف صعب، ولا أسهل على أهل الخلاعة من مفارقة الجماعة، ولا أصعب عليهم من حجر ومنع صدر عن أوامر الشرع ونواهيه، وما على الشريعة أضر من المتكلمين والمتصوفين. فهؤلاء يفسدون عقائد الناس بتوهيمات شبهات العقول، وهؤلاء يفسدون الأعمال ويهدمون قوانين الدين، يحبون البطالات وسماع الأصوات. وما كان السلف كذلك، بل كانوا في باب العقائد عبيد تسليم، وفي باب الآخرة أرباب جد. قال: ونصيحتي إلى إخواني ألا يقرع أفكار قلوبهم كلام المتكلمين، ولا تصغي مسامعهم إلى خرافات المتصوفين،
بل الشغل بالمعاش أولى من بطالة الصوفية، والوقوف على الظواهر أحسن من توغل المنتحلة. وقد خبرت طريقة الفريقين، فغاية هؤلاء الشك وغاية هؤلاء الشطح. قال ابن عقيل: والمتكلمون عندي خير من الصوفية، لأن المتكلمين قد يزيلون الشك، والصوفية يوهمون التشبيه، فأكثر كلامهم يشير إلى إسقاط السفارة والنبوة. فإذا قالوا عن أصحاب الحديث قالوا أخذوا علمهم ميتا عن ميت، فقد طعنوا في النبوات وعولوا على الواقع، ومتى أزري على طريق سقط الأخذ به. ومن قال حدثني قلبي عن ربي فقد صرح أنه في غنى عن الرسول، ومن صرح بذلك فقد كفر. فهذه كلمة مدسوسة في الشريعة تحتها هذه الزندقة، ومن رأيناه يزري على النقل علمنا أنه قد عطل أمر الشرع. وما يؤمن هذا القائل حدثني قلبي عن ربي أن يكون ذلك من إلقاء الشياطين؟ فقد قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. الأنعام 21:100. وهذا هو الظاهر، لأنه ترك الدليل المعصوم، وهو عول على ما يلقى في قلبه الذي لم تثبت حراسته من الوساوس. وهؤلاء يسمون ما يقربهم خاطرا. قال: والخوارج على الشريعة كثير، إلا أن الله عز وجل يؤيدها بالنقلة الحفاظ الذابين عن الشريعة حفظا لأصلها، وبالفقهاء لمعانيها، وهم سلاطين العلماء لا يتركون لكذاب رأسا ترتفع. حاشية: يقال ذب عنه دفع عنه ومنع، فهو ذاب وذباب. انتهى. قال ابن عقيل: والناس يقولون إذا أحب الله خراب بيت تاجر عاشر الصوفية. قال: وأنا أقول وخراب دينه، لأن الصوفية قد أجازوا لبس النساء الخرقة من الرجال الأجانب، فإذا حضروا السماع والطرب فربما جرى في خلال ذلك مغازلات واستخلاء بعض الأشخاص ببعض، فصارت الدعوة عرسا للشخصين، فلا يخرج إلا وقد تعلق قلب شخص بشخص، ومال طبع إلى طبع، وتتغير المرأة على زوجها، فإن طابت نفس الزوج سمي بالديوث، وإن حبسها طلبت الفرقة إلى من تلبس منه المرقعة، والاختلاط بمن لا يضيق الخناق ولا يحجر على الطباع. ويقال تابت فلانة وألبسها الشيخ الخرقة وقد صارت من بناته، ولم يقنعوا أن يقولوا هذا لعب وخطأ، حتى قالوا هذا من مقامات الرجال، وجرت على هذه السنون، وبرد حكم الكتاب والسنة في القلوب. هذا كله من كلام ابن عقيل رضي الله عنه، فلقد كان ناقدا مجيدا متلمحا فقيها. حاشية: يقال لمح البصر إليه، أو لمح البصر إليه أبصره بنظر خفيف، أو اختلس النظر، واللماح شديد اللمح، ومنه المتلمح. انتهت. وأنشد أبو بكر العنبري لنفسه في الصوفية: تأملت أختبر المدعين بين الموالي وبين العبيد، فألفيت أكثرهم كالسراب يروقك منظره من بعيد، فناديت يا قومي من تعبدون، فكل أشار بقدر الوجود، فبعض أشار إلى نفسه وأقسم ما فوقها من مزيد، وبعض إلى خرقة رقعت، وبعض إلى ركوة من جلود، وآخر يعبد أهواءه، وما عابد للهوى بالرشيد، ومجتهد وقته زيه، فإن فات بات بليل عنيد، وذو كلف باستماع السماع بين البسيط وبين النشيد، يئن إذا أومضت رنة ويزأر منها زئير الأسود، يخرق خلقانه عامدا
ليعتاض منها بثوب جديد. حاشية: الخلق البالي من الثياب، والجمع أخلاق وخلقان. انتهى. ويرمي بهيكله في السعير لقلع الثريد وبلع العصيد. حاشية: السعير النار ولهبها، يقال خبى سعير النار. والعصيدة دقيق يلت بالسمن ويطبخ. انتهى. فيا للرجال ألا تعجبون لشيطان إخواننا ذي المزيد، يخبطهم بفنون الجنون، وما للمجانين غير القيود. وأقسم ما عرفوا ذا الجلال وما عرفوه بغير الجحود. ولولا الوفاء لأهل الوفاء سلقتهم بلسان حديد. حاشية: سلق فلانا بكلامه أو بلسانه آذاه. وحديد قاطع، وفي التنزيل العزيز: فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. انتهت. فما لي يطالبني بالوصال من ليس يعلم ما في الصدود. أظن بودي ويسخو به، وقد كنت أسخو به للودود. ولكن إذا لم أجد صاحبا يسر صديقي ويشجي الحسود. عطفت بودي مني إليه فغاب نحوسي وآب السعود. حاشية: هذا البيت الشطر الثاني منه غير مستقيم من الناحية العروضية الوزن الشعري، وهو البيت يسر صديقي ويشجي الحسود، ويمكن أن يستقيم لو كان على النحو التالي: مسر صديقي ومشجي الحسود. والبيت الأخير: عطفت بودي منه إليه مني إليه فغاب نحوسي وآب السعود، كالسابق الشطر الثاني منه غير مستقيم عروضية، إلى جانب وجود عيب في القافية وهو الإقواء، وهو اختلاف الإعراب في القوافي. فقافية هذا البيت مضمومة، مع أن الشاعر التزم قافية مكسورة من بداية القصيدة. انتهت الحاشية. فما بال قومي على جهلهم بعز الفريد وأنس الوحيد. إذا أبصروني بكوا رحمة، ونيران أحقادهم في وقودي. لأني بعدت عن المدعين، ولو صدقوا كنت غير البعيد. وأنشد الحسن بن علي ابن سيار: رأيت قوما عليهم سمة الخير بحمل الركاء مبتهلة، اعتزلوا الناس في جوامعهم، سألت عنهم فقيل متكلة. صوفية للقضاء صابرة، ساكنة تحت حكمه بزلة. حاشية: يقال بزل الرجل كملت تجربته، وبزل الرأي والأمر استحكما. انتهى. فقلت إذ ذاك: هؤلاء هم الناس، ومن دون هؤلاء غزلة. فلم أزل خادما لهم زمنا حتى تبينت أنهم سفلة. إن أكلوا كان أكلهم سرفا، أو لبسوا كان شهرة مثلة. حاشية: المثلة والمثلة العقوبة والتنكيل، والجمع مثلات، والمثل الشبه والنظير. انتهى. سل شيخهم والكبير مختبرا عن فرضه لا تخاله عقله، واسأله عن وصف شادن غنج مدلل لا تراه قد جهله. حاشية: الشادن ولد الظبية، والجمع شواد، المراد الأمرد الحدث الصغير. انتهى. علمهم بينهم إذا جلسوا
كعلم راعي الرعاع والرذلة، الوقت والحال والحقيقة والبرهان والعكس عندهم مثلة، قد لبثوا الصوف كي يروا صلوحا وهم شرار الذباب والحفلة. حاشية: المراد الجمع العظيم، يقال جمع حفل أي كثير. انتهى. وجانبوا الكسب والمعاش لكي يستأصل الناس شرها أكله، وليس من عفة ولا دعة لكن تعجيل راحة العطلة، فقل لمن مال باختداعهم إليهم تب فإنهم بطلة، واستغفر الله من كلامهم ولا تعاود لعشرة الجهلة. حاشية: بعد محاولات عديدة لم أستطع التوصل إلى البحر الذي نظمت عليه هذه القصيدة، والذي أراه أن الشاعر لم يلتزم فيها بحرا من بحور الشعر المعروفة. انتهى. قال الصوري: وأنشدني بعض شيوخنا أهل التصوف قد مضوا صار التصوف محرقة. حاشية: بل مخرقة، خرق الكذب اختلقه، وخرق بالشيء جهله ولم يحسن عمله، والمخرقة كلمة مولدة. انتهى. أهل التصوف قد مضوا صار التصوف مخرقة، صار التصوف صيحة وتواجدا ومطبقة. حاشية: يقال رجل مطبق عليه أي مغمى عليه. انتهى. كذبتك نفسك ليس ذا سنن الطريق الملحقة. حاشية: ألحق به أدركه. وفي دعاء القنوت: إن عذابك الجد بالكفار ملحق. انتهى. حتى تكون بعين من منه العيون المحدقة، تجري عليك صروفه وهموم سرك مطرقة. وأنشدنا محمد بن ناصر قال: أنشدنا أبو زكريا التبريزي لأبي العلاء المعري، زعموا بأنهم صفوا لمليكهم، كذبوا كما صافوا ولكن صافوا. حاشية: المراد أنهم لم تصف نفوسهم وتخلص من الكدر، ولكنهم مالوا عن الهدف الأساسي من التصوف. انتهى. شجر الخلاف قلوبهم ويح لهم، غرضي خلاف الحق للصفاف. حاشية: الخلاف شجر الصفصاف. انتهت الحاشية. وأنشد أبو إسحاق الشيرازي الفقيه لبعضهم: أرى جيل التصوف شر جيل، فقل لهم وأهون بالحلول، أقال الله حين عشقتموه كلوا أكل البهائم وارقصوا لي. الباب الحادي عشر في ذكر تلبيس إبليس على المتدينين بما يشبه الكرامات. حاشية: الكرامة الأمر الخارق للعادة غير المقرون بالتحدي ودعوى النبوة، يظهره الله على أيدي أوليائه شرط أن يكون الولي ظاهر الصلاح. انتهى. قد بينا فيما تقدم أن إبليس إنما يتمكن من الإنسان على قدر قلة العلم، فكلما قد علم الإنسان كثر تمكن إبليس منه، وكلما كثر العلم قل تمكنه منه. ومن العباد من يرى ضوءا أو نورا في السماء، فإن كان رمضان قال رأيت ليلة القدر، وإن كان في غيره قال قد فتحت لي أبواب السماء. وقد يتفق له الشيء الذي يطلبه فأظن ذلك كرامة، وربما كان اتفاقا، وربما كان اختبارا، وربما كان من خدع إبليس. والعاقل لا يساكن شيئا من هذا ولو كان كرامة. وقد ذكرنا في باب الزهاد عن مالك بن دينار وحبيب العجمي أنهما قالا: إن الشيطان لا يلعب بالقراء كما يلعب الصبيان بالجوز. ولقد استغوى بعض ضعفاء الزهاد بأن أراه ما يشبه الكرامة حتى ادعى النبوة. فعن عبد الرحمن بن حسان قال: كان الحارث الكذاب من أهل دمشق،
وكان مولى لأبي الدلاس. حاشية: الحارث بن سعيد المتنبي الكذاب، ويقال له الحارث بن عبد الرحمن بن سعيد الدمشقي مولى أبي الدلاس العبدري، ويقال مولى الحكم ابن مروان، كان أصله من الجولة، فنزل دمشق وتعبد بها وتنسك وتزهد، ثم مكر به وراجع القهقرة على عقبيه وانسلخ من آيات الله وفارق حزب الله المفلحين. مات سنة 79 على يد عبد الملك بن مروان. البداية والنهاية، الجزء التاسع، الصفحة 30، وانتهت الحاشية. وكان له أب بالغوطة تعرض له إبليس، وكان متعبدا زاهدا، لو لبس جبة من ذهب لرأيت عليه زهادة. وكان إذا أخذ في التحميد لم يصغ السامعون إلى كلام أحسن من كلامه. قال: فكتب إلى أبيه: يا أبتاه أعجل علي، فإني قد رأيت أشياء أتخوف منها أن تكون من الشياطين. قال: فزاده أبوه غيا وكتب إليه: يا بني أقبل على ما أمرت به، إن الله يقول: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. الشعراء 21 و222. ولست بأفاك ولا أثيم، فامضي لما أمرت به. وكان يجيء إلى أهل المساجد رجلا رجلا فيذكر لهم أمره، ويأخذ عليهم العهود والمواثيق إن هو رأى ما يرضى قبل، وإلا كتم عليه. وكان يريهم الأعاجيب. كان يأتي إلى رخامة في المسجد فينقرها بيده فتسبح. وكان يطعمهم فاكهة الصيف في الشتاء ويقول: خرجوا حتى أريكم الملائكة، فيخرجهم إلى دير المران. حاشية: الغوطة المنطقة التي منها دمشق يحيط بها جبال عالية من جميع جهاتها، ولا سيما من شماليها، فإن جبالها عالية جدا ومياهها خارجة من تلك الجبال. معجم البلدان، الجزء الرابع، صفحة 19 بعد 200. دير المران قريب من دمشق على تل مشرف على مزارع، وبناؤه بالجص، وأكثر فرشه بالبلاط الملون، وهو دير كبير وفيه رهبان كثيرة. معجم الجزء الثاني، صفحة 33 و500 والرابعة 33 و500. انتهت الحاشية. فيريهم رجالا على خير فتبعه بشر كثير، وفشي الأمر وكثر أصحابه حتى وصل خبره إلى القاسم ابن مخيمرة. حاشية: الهمداني أبو عروة المدني الدمشقي، وثقه العجلي وأبو حاتم وابن حبان، وهو كوفي سكن الشام. تاريخ الثقات في الصفحة 71 و300 بعد 1000. التهذيب، الجزء الثامن، الصفحة 37 بعد 300. وانتهت الحاشية. فقال له: إني نبي. فقال له القاسم: كذبت يا عدو الله. فقال له أبو إدريس: بئس ما صنعت، إذا لم تلن له حتى تأخذه الآن يفر. وقام من مجلسه حتى دخل على عبد الملك فأعلمه بأمره، فبعث عبد الملك في طلبه فلم يقدر عليه. حاشية: أبو إدريس الخولاني اسمه عائذ بن عبد الله، له أحوال ومناقب، وقد تولى القضاء بدمشق، وهو متفق على توثيقه، أخرج له الجماعة. البداية والنهاية، الجزء التاسع، الصفحة 37. التهذيب، الجزء الخامس، الصفحة 85. وانتهت الحاشية. وخرج عبد الملك حتى نزل العنيبرة. حاشية: كذلك وردت في نسخة وفي نسخة أخرى الصنيبرة، وقد بحثت عنهما في معجم البلدان فلم أعثر لهما على أثر، وإنما وجدت العنيزة موضع بين البصرة ومكة، والصنبرة موضع بالأردن. معجم البلدان، الجزء الثالث، الصفحة 25 و400، والجزء الرابع، الصفحة 63 و100. أما ابن كثير في البداية والنهاية فلم يذكر أي منهما، وإنما قال: واهتم عبد الملك بشأنه حتى ركب إلى النصرية فنزلها. البداية والنهاية، الجزء التاسع، الصفحة 31. وانتهت الحاشية. فاتهم عامة عسكره بالحارث أن يكونوا يرون رأيه، وخرج الحارث حتى أتى بيت المقدس واختفى، وكان أصحابه يخرجون يلتمسون الرجال يدخلونهم عليه. وكان رجل من أهل البصرة قد أتى بيت المقدس فأدخل على الحارث فأخذ في التحميد وأخبره بأمره وأنه نبي مبعوث مرسل. فقال:
إن كلامك لحسن ولكن لي في هذا نظر. قال فانظر. فخرج البصري ثم عاد إليه فرد عليه كلامه فقال إن كلامك لحسن وقد وقع في قلبي وقد آمنت بك وهذا هو الدين المستقيم. فأمر ألا يحجب عنه متى أراد الدخول. فأقبل البصري يتردد إليه ويعرف مداخله ومخارجه وأين يهرب حتى صار من أخبر الناس به. ثم قال له ائذن لي. فقال إلى أين؟ قال إلى البصرة فأكون أول داع لك بها. قال فأذن له. فخرج مسرعا إلى عبد الملك وهو بالصنيبرة حاشية، انظر الهامش السابق، انتهى. فلما دنا من سرادقه صاح النصيحة النصيحة. فقال أهل العسكر وما نصيحتك؟ قال نصيحة لأمير المؤمنين. فأمر الخليفة عبد الملك أن يأذنوا له بالدخول عليه. فدخل وعنده أصحابه. قال فصاح النصيحة. فقال وما نصيحتك؟ فقال أخلني لا يكن عندك أحد. فأخرج من في البيت وقال له أدنني. قال أدن. فدنا وعبد الملك على السرير. قال ما عندك؟ قال الحارث. فلما ذكر الحارث طرح عبد الملك نفسه من أعلى السرير إلى الأرض ثم قال أين هو؟ قال يا أمير المؤمنين هو ببيت المقدس، قد عرفت مداخله ومخارجه. وقص عليه قصته وكيف صنع به. فقال أنت صاحبه وأنت أمير بيت المقدس وأميرنا، ها هنا فمرني بما شئت. قال يا أمير المؤمنين ابعث معي قوما لا يفهمون الكلام. فأمر 40 رجلا من فرغانة حاشية، فرغانة مدينة واسعة بما وراء النهر متاخمة لبلاد تركستان كثيرة الخير، بينها وبين سمرقند 50 فرسخة، ويقال فرغانة قرية من قرى فارس، معجم البلدان الجزء الرابع الصفحة 53 بعد 200 انتهى. فقال انطلقوا مع هذا فما أمركم به من شيء فأطيعوه. قال وكتب إلى صاحب بيت المقدس أن فلانا هو الأمير عليك حتى يخرج فأطيعه فيما أمرك به. فلما قدم بيت المقدس أعطاه الكتاب فقال مرني بما شئت. فقال اجمع لي كل شمعة تقدر عليها ببيت المقدس، وادفع كل شمعة إلى رجل، ورتبهم على أزقة بيت المقدس وزواياه، فإذا قلت أسرجوا أسرجوا جميعا. فرتبهم في أزقة بيت المقدس وزواياها بالشمع. وتقدم البصري إلى منزل الحارث فأتى الباب فقال للحارث استأذن لي على نبي الله. قال في هذه الساعة ما يؤذن عليه حتى يصبح. قال أعلمه أني ما رجعت إلا شوقا إليه قبل أن أصل. فدخل عليه وأعلمه بكلامه فأمره بفتح الباب. قال ثم صاح البصري أسرج الشموع، فأسرجت حتى كانت كأنها النهار. ثم قال من مر بكم فضطوه كائنا من كان. ودخل هو إلى الموضع الذي يعرفه فطلبه فلم يجده. فقال أصحاب الحارث هيهات، تريدون تقتلون نبي الله؟ قد رفع إلى السماء. قال فطلبه في شق قد هيأه سربا، فأدخل البصري يده في ذلك السرب فإذا هو بثوبه، فاجتره فأخرجه إلى الخارج حاشية، أي جره واجتذبه انتهى. ثم قال للفرغانيين اربطوه فربطوه. فبينما هم يسيرون به على البريد إذ قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فقال رجل من الفرغانيين أولئك العجم هذا كرامتنا، فهات كرامتك أنت. وساروا به حتى أتوا به عبد الملك، فلما سمع به أمر بخشبة فنصبت فصلبه، وأمر بحربة وأمر رجلا فطعنه، فلما صار إلى ضلع من أضلاعه فانكفأت الحربة عنه. جعل الناس يصيحون ويقولون الأنبياء لا يجوز فيهم السلاح. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين تناول الحربة ثم مشى إليه وأقبل يتحسس حتى وافى بين ضلعين فطعنه بها فأنفذها فقتله. قال الوليد بلغني أن خالد بن يزيد ابن معاوية حاشية ابن أبي سفيان كان أعلم قريش بفنون، وله يد طولة في الطب وكلام كثير في الكيمياء، وكان قد استفاد ذلك من راهب اسمه مريانش. وكان خالد فصيحا بليغا شاعرا منطقيا كأبيه،
توفي سنة 85 للهجرة البداية والنهاية الجزء التاسع صفحة 66 انتهى. دخل على عبد الملك بن مروان حاشية ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية أبو الوليد الأموي أمير المؤمنين، سمع عثمان بن عفان وكان يجالس الفقهاء والعلماء والعباد والصلحاء، وروى الحديث عن كثير من الصحابة. تولى الخلافة سنة 65، وكانت وفاته سنة 86 للهجرة البداية والنهاية الجزء التاسع صفحة 67 إلى 75 وانتهت الحاشية. قال الوليد بلغني أن خالد بن يزيد ابن معاوية دخل على عبد الملك بن مروان فقال لو حضرتك ما أمرتك بقتله. قال ولما؟ قال إنما كان به المذهب فلو جوعته ذهب عنه. حاشية المذهب اسم شيطان من ولد إبليس انتهى. وروى أبو الربيع عن شيخ أدرك القدماء قال لما حمل الحارث على البريد وجعلت في عنقه جامعة من حديد وجمعت يده إلى عنقه فأشرف على عقبة بيت المقدس تلا هذه الآية قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. سبأ 50. فتقلقلت الجامعة ثم سقطت من يده ورقبته إلى الأرض. حاشية الجامعة الغل يجمع اليدين إلى العنق انتهى. فوثب الحراس الذين كانوا معه فأعادوها عليه ثم ساروا به فلما أشرفوا على عقبة أخرى قرأ آية فسقطت من رقبته ويده على الأرض فأعادوها عليه. فلما قدموا على عبد الملك حبسه وأمر رجالا من أهل الفقه والعلم أن يعظوه ويخوفوه الله ويعلموه أن هذا من الشيطان فأبى أن يقبل منهم فصلب. وجاء رجل بحربه فطعنه فانثنت فتكلم الناس وقالوا ما ينبغي لمثل هذا أن يقتل. ثم أتاه الحارس برمح دقيق فطعنه بين ضلعين من أضلاعه ثم هزه وأنفذه. وسمعت من قال قال عبد الملك للذي ضربه بالحربة لما انثنت أذكرت الله حين طعنته؟ قال نسيت. قال فاذكر الله ثم طعنه. فذكر الله ثم طعنه فأنفذهما. حاشية انظر البداية والنهاية لابن كثير حيث تجد تفصيلا لهذه القصة الجزء التاسع صفحة 30 إلى 32 وانتهت الحاشية. انتهى الوجه الأول. الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في الباب 11 في تلبيس إبليس على المتدينين بما يشبه الكرامات. فصل. وكم اغتر قوم بما يشبه الكرامات. فعن حسن عن أبي عمران قال قال لي فرقد يا أبا عمران قد أصبحت اليوم وأنا مهتم بضريبتي وهي 6 دراهم وقد أهل الهلال وليست عندي فدعوت فبينما أنا أمشي على شط الفرات إذا أنا 6 دراهم فأخذتها فوزنتها فإذا هي 6 لا تزيد ولا تنقص. فقال تصدق بها فإنها ليست لك. حاشية انظر حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني في الجزء الثالث الصفحة 46 47 وانتهت الحاشية. قلت أبو عمران هو إبراهيم النخعي فقيه أهل الكوفة. فانظروا إلى كلام الفقهاء وبعد الاغترار عنهم وكيف أخبره أنها لقطة ولم يلتفت إلى ما يشبه الكرامة وإنما لم يأمره بتعريفها لأن مذهب الكوفيين أنه لا يجب التعريف لما دون الدينار وكأنه إنما أمره بالتصدق بها لئلا يظن أنه قد أكرم بأخذها وإنفاقها. وعن إبراهيم الخراساني أنه قال احتجت يوما إلى الوضوء فإذا أنا بكوز من جوهر وسواك من فضة رأسه ألين من الخز. حاشية الخز من الثياب ما ينسج من صوف وإبراي سم انتهى. فاستكت بالسواك وتوضأت بالماء وتركتهما وانصرفت. قلت في هذه الحكاية من لا يثق بروايته فإن صحت دلت على قلة علم هذا الرجل إذ لو كان يفهم الفقه علم أن استعمال السواك الفضة لا يجوز ولكن قل علمه فاستعمله.
وإن ظن أنه كرامة والله تعالى لا يكرم بما يمنع من استعماله شرعا إلا إن أظهر له ذلك على سبيل الامتحان. وذكر محمد بن أبي الفضل الهمداني المؤرخ قال حدثني أبي قال كان السرمقاني المقرئ يقرأ على ابن العلاف وكان يأوي إلى المسجد بدرب الزعفراني، واتفق أن ابن العلاف رآه ذات يوم في وقت مجاعة وقد نزل إلى دجلة وأخذ منه أوراق الخس مما يرمي به أصحابه وجعل يأكله، فشق ذلك عليه وأتى إلى رئيس الرؤساء فأخبره بحاله، فتقدم إلى غلام بالقرب من المسجد الذي يأوي إليه السرمقاني أن يعمل لبابه مفتاحا من غير أن يعلمه، ففعل، وتقدم إليه أن يحمل كل يوم 3 أرطال من الخبز السميد ومعها دجاجة وحلوى سكر حاشية السميد لباب الدقيق انتهى. ففعل الغلام ذلك وكان يحمله على الدوام، فأتى السرمقاني في أول يوم فرأى ذلك مطروحا في القبلة ورأى الباب مغلقا فتعجب وقال في نفسه هذا من الجنة ويجب كتمانه ألا أتحدث به، فإن من شرط الكرامة كتمانها، وأنشدني من أطلعوه على سر فباح به لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا. فلما استوت حالته وأخصب جسمه سأله ابن العلاف عن سبب ذلك وهو عارف به وقصد المزاح معه، فأخذ يوري ولا يصرح ويكني ولا يفصح حاشية ور الشيء أخفاه وجعل وراءه سترا، وور عن الشيء أرداه وأظهر غيره انتهى. فأخذ يوري ولا يصرح ويكني ولا يفصح، ولم يزل ابن العلاف يستخبره حتى أخبره أن الذي يجده في المسجد كرامة إذ لا طريق لمخلوق عليه. فقال له ابن العلاف يجب أن تدعو لابن المسلمة فإنه هو الذي فعل ذلك، فنغص عيشه بإخباره وبانت عليه شواهد الانكسار. فصل. ولما علم العقلاء شدة تلبيس إبليس حذروا من أشياء ظاهرها الكرامة وخافوا أن تكون من تلبيسه. فعن أبي الطبيب قال سمعت زهرون يقول كلمني الطير، وذاك أني كنت في البادية فتهت فرأيت طائرا أبيض فقال لي يا زهرون أنت تائه، فقلت يا شيطان غر غيري، فقال لي أنت تائه، فقلت يا شيطان غر غيري، فوثب في الثالثة وصار على كتفي وقال ما أنا بشيطان، أنت تائه أرسلت إليك، ثم غاب عني. وعن زلفى قالت قلت لرابعة العدوية يا عمه لما لا تأذنين للناس يدخلون عليك، قالت وما أرجو من الناس، إن أتوني حكوا عني ما لم أفعل. قال القرشي وزادني غير أبي حاتم أنها قالت يبلغني أنهم يقولون أن إني أجد الدراهم تحت مصلاي ويطبخ لي القدر بغير نار، ولو رأيت مثل هذا فزعت منه. قالت فقلت لها إن الناس يكثرون فيك القول، يقولون إن رابعة تصيب في منزلها الطعام والشراب، فهل تجدين شيئا فيه؟ قالت يا ابنة أخي لو وجدت في منزلي شيئا ما مسسته ولا وضعت يدي عليه. وعن زلفى عن رابعة أنها أصبحت يوما صائمة في يوم بارد، قالت فنازعتني نفسي إلى شيء من الطعام السخن أفطر عليه، وكان عندي شحم، فقلت لو كان عندي بصل أو كرات عالجته، فإذا عصفور قد جاء فسقط على المثقب في منقاره بصلة، فلما رأيته أضربت عما أردت وخفت أن يكون من الشيطان. وعن محمد ابن يزيد قال كانوا يرون لوهيب أنه من أهل الجنة فإذا أخبر بها اشتد بكاؤه، وقال قد خشيت أن يكون هذا من الشيطان. وعن أبي عثمان النيسابوري يقول خرجنا جماعة مع أستاذنا أبي حفص النيسابوري إلى خارج نيسابور حاشية نيسابور مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة معدن الفضلاء ومنبع العلماء، فتحها المسلمون في أيام عثمان 31 للهجرة، وقيل إنها فتحت في أيام عمر،
وإنما انتقضت في أيام عثمان، فأرسل إليها عبد الله بن عامر ففتحها ثانية. معجم البلدان الجزء الخامس الصفحة 31 و300 إلى 33 و300 انتهى. يقول: خرجنا جماعة مع أستاذنا أبي حفص النيسابوري إلى خارج نيسابور، فجلسنا فتكلم الشيخ علينا فطابت أنفسنا، ثم بصرنا فإذا بأيل قد نزل من الجبل، حاشية الإيل والأيل الوعل، وهو التيس الجبلي، والجمع أياييل وأيائل، انتهى. حتى برك بين يدي الشيخ فأبكاه ذلك بكاء شديدا، فلما سكن سألناه فقلت: يا أستاذ، تكلمت علينا فطابت قلوبنا، فلما جاء هذا الوحش وبرك بين يديك أزعجك وأبكاك؟ فقال: نعم، رأيت اجتماعكم حولي وقد طابت قلوبكم، فوقع في قلبي لو أن شاة ذبحتها ودعوتكم عليها، فما تحكم هذا الخاطر حتى جاء هذا الوحش فبرك بين يدي، فخيل لي أني مثل فرعون الذي سأل ربه أن يجري له النيل فأجراه. قلت: فما يؤمنني أن يكون الله تعالى يعطيني كل حظ لي في الدنيا وأبقى في الآخرة فقيرا لا شيء لي؟ فهذا الذي أزعجني. فصل: وقد لبس إبليس على قوم من المتأخرين، فوضعوا حكايات في كرامات الأولياء ليشيدوا بزعمهم أمر القوم، والحق لا يحتاج إلى تشييد بباطل، فكشف الله تعالى أمرهم بعلماء النقل. قال سهل بن عبد الله: قال عمرو بن واصل كذا في الرواية، والصواب قال عمرو بن واصل قال سهل بن عبد الله: صحبت رجلا من الأولياء في طريق مكة فنالته فاقة 3 أيام، حاشية الفاقة الفقر والحاجة، انتهى. فعدل إلى مسجد في أصل جبل، وإذا فيه بئر عليها بكرة وحبل ودلو ومطهرة، وعند البئر شجرة رمان ليس فيها حمل، فأقام في المسجد إلى المغرب. فلما دخل الوقت إذا بأربعين رجلا عليهم المسوح وفي أرجلهم نعال الخوص قد دخلوا المسجد فسلموا، حاشية المسوح ثياب الرهبان، انتهى. وأذن أحدهم وأقام الصلاة وتقدم فصلى بهم، فلما فرغ من صلاته تقدم إلى الشجرة فإذا فيها 40 رمانة غضة طرية، فأخذ كل واحد منهم رمانة وانصرف. قال: وبت على فاقتي. فلما كان في الوقت الذي أخذوا فيه الرمان أقبلوا أجمعين، فلما صلوا وأخذوا الرمان قلت: يا قوم، أنا أخوكم في الإسلام وبي فاقة شديدة، فلا كلمتموني ولا واسيتموني؟ فقال رئيسهم: إنا لا نكلم محجوبا بما معه، فامضي واطرح ما معك وراء هذا الجبل في الوادي وارجع إلينا حتى تنال ما ننال. قال: فرقيت الجبل فلم تسمح نفسي برمي ما معي، فدفنته ورجعت. فقال لي: رميت ما معك؟ قلت: نعم. قال: فرأيت شيئا؟ قلت: لا. قال: ما رميت شيئا، إذن فارجع فارمي به في الوادي. فرجعت ففعلت، فإذا قد غشيني مثل الدرع نور الولاية، فرجعت فإذا في الشجرة رمانة، فأكلتها واستقللت بها من الجوع والعطش، حاشية استقل ارتفع، واستقل فلان انفرد بتدبير أمره، انتهت الحاشية. ولم ألبث دون المضي إلى مكة، فإذا أنا بال40 بين زمزم والمقام، فأقبلوا إلي بأجمعهم يسألوني عن حالي ويسلمون علي، فقلت: قد غنيت عنكم وعن كلامكم آخرا كما أغناكم الله عن كلامي أولا، فما في لغير الله موضع. قال المصنف رحمه الله: عمرو بن واصل ضعفه ابن أبي حاتم، والآدمي وأبوه مجهولان، ويدل على أنها حكاية موضوعة قولهم اطرح ما معك، لأن الأولياء لا يخالفون الشرع، والشرع قد نهى عن إضاعة المال. وقوله غشيني نور الولاية هذه حكاية مصنوعة وحديث فارغ، ومثل هذه الحكاية لا يغتر بها من شم رائحة العلم، إنما يغتر بها الجهال الذين لا بصيرة لهم. وعن محمد بن علي الواعظ قال: وفيما أفادني بعض الصوفية حاكيا عن الجنيد قال:
قال أبو موسى الديبلي: دخلت على أبي يزيد فإذا بين يديه ماء واقف يضطرب، فقال لي: تعالى. ثم قال: إن رجلا سألني عن الحياء فتكلمت عليه بشيء من علم الحياء فدار دورانا حتى صار كذا كما ترى وذاب. قال الجنيد: وقال أحمد بن حضرويه: بقي منه قطعة كقطعة جوهر، فاتخذت منه فصة، فكلما تكلمت بكلام القوم أو سمعت من كلام القوم يذوب ذلك الفص حتى لم يبق منه شيء. قلت: وهذه من الحكايات القبيحة التي وضعها الجهال، ولولا أن الجهالة يروونها مسندة فيظنونها شيئا لكان الإضراب عن ذكرها أولى. وعن عبد العزيز البغدادي قال: كنت أنظر في حكايات الصوفية فصعدت يوما السطح فسمعت قائلا يقول: وهو يتولى الصالحين. الأعراف 96. فالتفت فلم أرى شيئا فطرحت نفسي من السطح فوقفت في الهواء. قال المصنف رحمه الله: هذا كذب محال لا يشك فيه عاقل، فلو قدرنا صحته فإن طرح نفسه من السطح حرام، وظنه أن الله يتولى من فعل المنهي عنه، فقد قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، البقرة 95. فكيف يكون صالحا وهو يخالف ربه؟ وعلى تقدير ذلك، فمن أخبره أنه منهم؟ وقد قدم قول عيسى صلوات الله عليه للشيطان لما قال له: ألق نفسك، قال: إن الله يختبر عباده وليس للعبد أن يختبر ربه. فصل. وقد اندس في الصوفية أقوام وتشبهوا بهم وشطحوا في الكرامات وادعائها وأظهروا للعوام مخاريق صادوا بها قلوبهم. حاشية: المخراق الناقد في الأمور، وهو منديل أو نحوه يلوى فيضرب به أو يفزع به في لعبة للصبيان. انتهى. وقد روينا عن الحلاج أنه كان يدفن شيئا من الخبز والشواء والحلوى في موضع من البرية ويطلع بعض أصحابه على ذلك، فإذا أصبح قال لأصحابه: إن رأيتم أن نخرج على وجه السياحة، فيقوم ويمشي والناس معه، فإذا جاءوا إلى ذلك المكان قال له صاحبه الذي أطلعه على ذلك: نشتهي الآن كذا وكذا، فيتركهم الحلاج وينزوي عنهم إلى ذلك المكان فيصلي ركعتين ويأتيهم بذلك. وكان يمد يده إلى الهواء ويطرح الذهب في أيدي الناس ويمخرق. قد قال له بعض الحاضرين يوما: هذه الدراهم معروفة، ولكني أؤمن بك إذا أعطيتني درهما عليه اسمك واسم أبيك. وما زال يمخرق إلى وقت صلبه. حاشية: المراد يختلق الكذب لعبا بعقول الناس. انتهى. وعن أبي عمرو ابن حيوة قال: لما أخرج حسين الحلاج للقتل مضيت في جملة الناس فلم أزل أزاحم حتى رأيته، فقال لأصحابه: لا يهولنكم هذا، فإني عائد إليكم بعد 30. حاشية: انظر البداية والنهاية لابن كثير، الجزء 11 الصفحة 43. انتهى. وكان اعتقاد الحلاج اعتقادا قبيحا، وقد بينا في أول هذا الكتاب شيئا من اعتقاده وتخليطه، وبينا أنه قتل بفتوى فقهاء عصره. قد كان في المتأخرين من يطلي بدهن الطلق. حاشية: الطلق حجر براق شفاف يطحن فيكون مسحوقا أبيض يذر على الجسد فيكسبه بردا ونعومة معربة. انتهى. ويقعد في التنور ويظهر أن هذا كرامة. قال ابن عقيل: وكان ابن الشباس وأبوه قبلة لهم طيور سوابق وأصدقاء في جميع البلاد، فينزل بهم قوم فيرفع طائرا في الحال إلى قريتهم يخبر بخبر من له هنالك بنزولهم ويستعلمه من أحوالهم وما تجدد هناك بعدهم قبل أن يجتمع عليهم ويستعلم حالهم، فيكتب ذلك إليه الجواب، ثم يجتمع بهم فيخبرهم بتلك الحوادث ويحدثهم بأحوالهم حديث من هو معهم،
ومن هو معاشرهم في بلادهم، ثم يحدثهم بما تجدد بعدهم وفي يومه ذلك، فيقول الساعة تجدد كذا وكذا، فيدهشون ويرجعون إلى رستاقهم. حاشية: الرستاق والرزداق موضع فيه مزدرع وقرى أو بيوت مجتمعة، والجمع رساتيق بين معقوفتين معرب، انتهى. فيجدون الأمر على ما قال، ويتكرر هذا منه، فيصير عندهم كالقطعي على أنه يعلم الغيب. قال: وما كان يفعله أنه يأخذ طير عصفور ويشد في رجله تلفك. حاشية: لم أجدها في معاجم اللغة، والمفهوم من السياق أنها بمعنى السلك أو الحبل، انتهى. ويشد في رجله تلفك، ويجعل في التلفك بطاقة صغيرة، ويشد في رجل حمامة تلفك، ويجعل في طرف التلفك كتابا أكبر من ذلك، ويجعله بين يديه، ويجعل العصفور بيد، ويأخذ غلاما له في السطح، والحمامة بيد آخر ما فيه ما في تلك البطاقة الصغيرة، ويطلق الطائر العصفور، فينظر الناس الكتاب وهو طائر في الهواء، فيروح الحمام إلى تلك القرية فيأخذه صديقه الذي هناك، ثم يخبره بجميع أمور القرية وأصحابها، فلما يتكامل مجلسه بالناس يشير وينادي: يا بارش، كأنه يخاطب شيطانا اسمه بارش، ويقول: خذ هذا الكتاب إلى قرية فلان، فقد جرت بينهم خصومة، فاجتهد في إصلاح ذات بينهم، ويرفع صوته بذلك، فيسرح غلامه المترصد العصفور الذي في يده، فيرفع الكتاب نحو السماء بحضرة الجماعة يرونه عيانا من غير أن يروا التلفك، فإذا ارتفع الكتاب جذبه الغلام المقيد بالعصفور وقطع التلفك حتى لا يرى، ويرسل العصفور إلى تلك القرية ليصلح الأمر، وكذلك يفعل بالحمامة، ثم يقول لغلامه: هات الكتاب، فيلقيه الغلام الذي في السطح الذي قد جاءه خبر ما في القرية التي هؤلاء منها، ثم يكتب كتابا إلى دهقان تلك القرية فيشد به تلفك، ويجعله في رجل عصفور كما قدمنا، ويطلقه حتى يعلو سطح المكان، فيأخذ ذلك الغلام فيشده في رجل طير حمام، فيروح إلى تلك القرية بذلك الكتاب، فيصلح بين الناس الذين قد أتاه خبرهم بالمشاجرة، فتخرج الجماعة الذين من تلك القرية فيجدون كتاب الشيخ قد وصل لهم، وقد اجتمع دهاقنة القرية وأصلحوا بينهم، فيجيء ذلك فيخبرهم، فلا يشكون في ذلك أنه يعلم الغيب، ويتحقق هذا في قلوب العوام. حاشية: الدهقان رئيس القرية ورئيس الإقليم، والجمع دهاقين ودهاقنة بين معقوفتين معرب، انتهت الحاشية. قال ابن عقيل: وإنما أوردت مثل هذا ليعلم أنه قد ارتفع القوم إلى التلاعب بالدين، فأي بقاء للشريعة مع هذا الحال؟ قلت: وابن الشباس هذا كان يكنى أبا عبد الله، والشباس هو أبوه، كان يكنى أبا الحسن، واسم الشباس علي بن الحسين ابن محمد البغدادي، توفي بالبصرة سنة 44 و400، وكان الشباس وأبوه وعمه مستقرين بالبصرة. حاشية: عند ترجمة ابن كثير له قال: علي بن الحسين بن محمد أبو الحسن المعروف بالشاشي البغدادي، ولم يذكر ابن الشباس، وقد أقام بالبصرة واستحوذ هو وعمه على أهلها، وعمل أشياء من الحيل يوهم بها أنه من ذوي الأحوال والمكاشفات، وهو في ذلك كاذب، وقد كان مع هذا رافضيا خبيثا قرمطيا. البداية والنهاية، الجزء 11، صفحة 64، انتهى. وكانت مذاهبهم تخفى على الناس، إلا أن الأغلب أنهم كانوا من الشيعة الإمامية والغلاة الباطنية. وقد ذكرت في التاريخ عن ابن الشباس أن بعض أصحابه اكتشفت له نار بخيانته وزخارفه، وكانت تخفى على الناس إلى أن كشفها بعض أصحابه من الشيعة الإمامية الباطنية للناس، فلما كشفها للناس وبينها فكان مما حدث به عنه أنه قال:
حضرنا يوما عنده فأخرج جديا مشوية فأمرنا بأكله وأن نكسر عظمه ولا نهشمه، فلما فرغنا أمر بردها إلى التنور وترك على التنور طبقا ثم رفعه بعد ساعة فوجدنا جديا حيا يرعى حشيشة ولم نرى للنار أثرا ولا للرماد ولا للعظام خبرا. قال فتلطفت حتى عرفت ذلك، وذلك أن التنور يفضي إلى سرداب وبينهما طبق نحاس بلولب، فإذا أراد إزالة النار عنه فركه فينزل عليه فيسده وينفتح السرداب، وإذا أراد أن يظهر النار عاد الطبق إلى فم السرداب فترى للناس. قال المصنف رحمه الله: وقد رأينا في زماننا من يشير إلى الملائكة ويقول: هؤلاء ضيف مكرمون، يوهم أن الملائكة قد حضرت ويقول لهم: تقدموا إلي. وأخذ رجل في زماننا إبريقا جديدا فترك فيه عسلا فتشرب في الخزف طعم العسل، واستصحب الإبريق في سفره، فكان إذا غرف به الماء من النهر وسقى أصحابه وجدوا طعم العسل. وما في هؤلاء من يعرف الله ولا يخاف في الله لومة لائم، نعوذ بالله من الخذلان. الباب الثاني عشر في ذكر تلبيس إبليس على العوام. قد بينا أن إبليس إنما يقوى تلبيسه على قدر قوة الجهل، وقد افتنا فيما فتن به العوام وحصر ما فتنهم ولبس عليهم فيه. أما ما فتنهم فيه فلا يمكن ذكره لكثرته، وإنما نذكر من الأمهات ما يستدل به على جنسه والله الموفق. فمن ذلك أنه يأتي إلى العامي فيحمله على التفكر في ذات الله عز وجل وصفاته فيتشكك. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسألون حتى تقولوا: هذا الله خلقنا فمن خلق الله؟ قال أبو هريرة: فوالله إني لجالس يوما إذ قال لي رجل من أهل العراق: هذا الله خلقنا فمن خلق الله؟ قال أبو هريرة: فجعلت إصبعي في أذني ثم صحت: صدق رسول الله، الله الواحد الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حاشية: حسن، أبو داود في السنة، باب في الجهمية، في الصفحة 22 بعد 704,000. وأحمد في المسند، الجزء الثاني، الصفحة 87,300. وصحيح الجامع، في الصفحة 82 بعد 108,000. والسلسلة الصحيحة، صفحة 18 بعد 100. وانتهت الحاشية. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق السماوات والأرض؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله. حاشية: سبق تخريجه في الباب الثالث. انتهى. قال المصنف رحمه الله: وإنما وقعت هذه المحنة لغلبة الحس، وهو أنه ما رأى شيئا إلا مفعولا. وليقل لهذا العامي: ألست تعلم أنه خلق الزمان لا في الزمان، والمكان لا في المكان؟ فإذا كانت هذه الأرض وما فيها لا في مكان ولا تحتها شيء، وحسك ينفر من هذا لأنه ما ألف شيئا إلا في مكان، فلا يطلب بالحس من لا يعرف بالحس. وشاور عقلك فإنه سليم المشاورة. وتارة يلبس إبليس على العوام عند سماع صفات الله عز وجل فيحملونها على مقتضى الحس فيعتقدون التشبيه، وتارة يلبس عليهم من جهة العصبية للمذاهب، فترى العامية يلاعن ويقاتل في أمر لا يعرف حقيقته. فمنهم من يخص بعصبيته لأبي بكر رضي الله عنه، ومنهم من يخص علي، وكم قد جرى في هذا من الحروب، وقد جرى في هذا بين أهل الكرخ وأهل باب البصرة على ممر السنين من القتل وإحراق المحال ما يطول ذكره. وترى كثيرا ممن يخاصم في هذا يلبس الحرير ويشرب الخمر ويقتل النفس، وأبو بكر وعلي بريئان منهم.
وقد يحس العامي في نفسه نوع فهم فيسول له إبليس مخاصمة ربه، فمنهم من يقول لربه كيف قضى وعاقب، ومنهم من يقول لما ضيق رزق المتقي وأوسع على العاصي، ومنهم طائفة تشكر على النعم فإذا جاء البلاء اعترض وكفر، ومنهم من يقول أي حكمة في هدم هذه الأجساد يعذبها بالفناء بعد بنائها، ومنهم من يستبعد البعث، ومن هؤلاء من يختل عليه مقصوده أو يبتلى ببلاء فيكفر ويقول أنا ما أريد أصلي، وربما غلب فاجر نصراني مؤمنا فقتله أو ضربه فيقول العوام قد غلب الصليب ولماذا نصلي إذا كان الأمر كذلك. وكل هذه الآفات تمكن بها منهم إبليس لبعدهم عن العلم والعلماء، فلو أنهم استفهموا أهل العلم لأخبروهم أن الله عز وجل حكيم ومالك، فلا يبقى مع هذا اعتراض. فصل. ومن العوام من يرضى عن عقل نفسه فلا يبالي بمخالفة العلماء، فمتى خالفت فتواهم غرضه أخذ يرد عليهم ويقدح فيهم. وقد كان ابن عقيل يقول قد عشت هذه السنين فلو أدخلت يدي في صنعة صانع لقال أفسدتها علي، فلو قلت أنا رجل عالم لقال بارك الله لك في علمك ليس هذا من شغلك. هذا وشغله أمر حسي لو تعاطيته فهمته، والذي أنا فيه من الأمور أمر عقلي فإذا أفتيته لم يقبل. فصل. ومن تلبيسه عليهم تقديمهم المتزهدين على العلماء، فلو رأوا جبة صوف على أجهل الناس عظموه، خصوصا إذا طأطأ رأسه وتخشع لهم ويقولون أين هذا من فلان العالم، ذاك طالب الدنيا وهذا زاهد لا يأكل عنبه ولا رطبه ولا يتزوج قط، جهلا منهم بفضل العالم على الزاهد، وإيثارا للمتزهدين على شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى على هؤلاء أنهم لم يدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لو رأوه يكثر التزويج ويصطفي السبايا ويأخذ لحم الدجاج ويحب الحلوى والعسل لم يعظم في صدورهم. انتهى الشريط 27 من كتاب تلبيس إبليس، وللكتاب بقية على الشريط التالي. الوجه الأول يبدأ حالا. وهذا هو الشريط 28 من كتاب تلبيس إبليس. نواصل القراءة في الباب 12 في ذكر تلبيس إبليس على العوام. فصل. ومن تلبيسه عليهم قدحهم في العلماء بتناول المباحات، وذلك من أقبح الجهل، وأكثر ميلهم إلى الغرباء، فهم يؤثرون الغريب على أهل بلدهم ممن قد خبروا أمره وعرفوا عقيدته فيميلون إلى الغريب ولعله من الباطنية. وإنما ينبغي تسليم النفوس إلى من خبرت معرفته، قال الله عز وجل فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم، النساء 6. ومن الله سبحانه في إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إلى الخلق بأنهم يعرفون حاله، فقال عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، آل عمران 64%. وقال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، البقرة 46%. فصل. وقد يخرج بالعوام تعظيم المتزهدين إلى قبول دعاويهم وإن خرقوا الشريعة وخرجوا عن حدودها، فترى المتنمس يقول للعامي أنت فعلت بالأمس كذا وسيجري عليك كذا فيصدقه، حاشية أنمس بين القوم أفسد وأغرى، ونمس عليه الأمر لبسه ودلس، انتهى. ويقول هذا يتكلم على الخاطر ولا يعلم أن ادعاء الغيب كفر، ثم يرون من هؤلاء المتنمسين أمورا لا تحل كمؤاخاة النساء والخلوة بهن، ولا ينكرون ذلك تسليما لهم ولأحوالهم. فصل. ومن تلبيسه على العوام إطلاقهم أنفسهم في المعاصي، فإذا وبخوا تكلموا كلام الزنادقة، فمنهم من يقول لا أترك نقدا لنسيئة، حاشية النسيئة التأخير والتأجيل، انتهى. ولو فهموا لعلموا أن هذا ليس بنقد لأنه محرم،
وإنما يخير بين النقد والنسيئة المباحين، فمثلهم كمثل محموم جاهل يأكل العسل، فإذا عوتب قال: الشهوة نقد والعافية نسيئة. ثم لو علموا حقيقة الإيمان لعلموا أن تلك النسيئة وعد صادق لا يخلف. ولو عملوا عمل التجار الذين يخاطرون بكثير من المال لما يرجونه من الربح القليل لعلموا أن ما تركوه قليل وما يرجونه كثير. ولو أنهم ميزوا بين ما آثروا وما أفاتوا أنفسهم لرأوا تعجيل ما تعجلوا، إذ فاتهم الربح الدائم وأوقعهم في العذاب الذي هو الخسران المبين الذي لا يتلافى. ومنهم من يقول: الرب كريم والعفو واسع والرجاء من الدين، فيسمون تمنيهم واغترارهم رجاء، وهذا هو الذي أهلك عامة المذنبين. قال أبو عمرو ابن العلاء: بلغني أن الفرزدق جلس إلى قوم يتذكرون رحمة الله، فكان أوسعهم في الرجاء صدرا، فقالوا له: لما تقذف المحصنات؟ فقال: أخبروني، لو أذنبت إلى ولدي ما أذنبته إلى ربي عز وجل، أتراهما كان يطيبان نفسا أن يقذفاني في تنور مملوء جمرة؟ قالوا: لا، إنما كان يرحمانك. قال: فإني أوثق برحمة ربي منهما. قلت: وهذا هو الجهل المحض، لأن رحمة الله عز وجل ليست برقة طبع، ولو كانت كذلك لما ذبح عصفور ولا أميت طفل ولا أدخل أحد إلى جهنم. حاشية: أبو عمرو ابن العلاء هو ابن عمار ابن العريان التميمي المازني البصري، أحد القراء السبعة، كان أعلم الناس بالقرآن والعربية والشعر، وكانت ولادته سنة 70، وقيل سنة 68، وقيل 65، توفي سنة 54 و100، وقيل 56 و100، وقيل 59 و100 بالكوفة. انظر وفيات الأعيان لابن خلكان، الجزء الثالث، الصفحة 66 و400 إلى 70 و400. وكذلك الفرزدق هو همام بن غالب بن صعصع التميمي البصري أبو فراس، الشاعر المعروف بالفرزدق، وجده صعصع ابن ناجية صحابي وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحيي الموؤودة في الجاهلية. سمع الفرزدق الحسين بن علي وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري وغيرهم. قال فيه أبو عمرو ابن العلاء: ما رأيت بدويا أقام بالحضر إلا فسد لسانه إلا رأبه والفرزدق. وقد كانت للفرزدق مناقضات مع جرير الشاعر الذي توفي الفرزدق قبله بأيام أو شهور سنة 110 للهجرة، البداية والنهاية، الجزء التاسع، الصفحة 98 و200 و99 و200، وانتهت الحاشية. وعن عباد قال: قال الأصمعي، حاشية: عبد الملك ابن قريب ابن عبد الملك، ينتهي نسبه إلى عدنان جد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو سعيد الأصمعي اللغوي، وكان من أعلم الناس في فنه، روى له أبو داود والترمذي. وقال ابن الجزري: روى القراءة عن نافع وأبي عمرو بن العلاء، وروى حروفا عن الكسائي، مات سنة 16 و200 عن 88 سنة، بغية الوعاء للسيوطي، صفحة 14 بعد 300، طبقات القراء لابن الجزري، الجزء الأول، الصفحة 70 بعد 400، انتهى. قال الأصمعي: كنت مع أبي نواس بمكة. حاشية: الحسن بن هاني بن عبد الأول الحكمي بالولاء شاعر العراق في عصره، ولد في الأهواز سنة 46 و100، ونشأ بالبصرة، ورحل إلى بغداد فاتصل بخلفائها من بني العباس ومدح بعضهم، وخرج إلى دمشق ومنها إلى مصر، حيث مدح أميرها الخصيب، وعاد إلى بغداد فأقام بها إلى أن توفي سنة 98 و100. وقد نظم في جميع الشعر، وأجود شعره خمرياته، وله ديوان شعر مطبوع، الأعلام، الجزء الثاني، الصفحة 25 و200، وانتهت الحاشية. كنت مع أبي نواس بمكة، فإذا أنا بغلام أمرد يستلم الحجر الأسود، فقال لي أبو نواس: والله لا أبرح حتى أقبله عند الحجر الأسود. فقلت: ويلك، اتق الله عز وجل، فإنك ببلد حرام وعند بيته الحرام. فقال: ما منه بد. ثم دنا من الحجر، فجاء الغلام يستلمه، فبادر أبو نواس فوضع خده على خد الغلام فقبله، وأنا أنظر، فقلت: ويلك، أفي حرم الله عز وجل؟
فقال دع ذا عنك فإن ربي رحيم، ثم أنشد يقول وعاشقان التف خداهما عند استلام الحجر الأسود فاشتفيا من غير أن يأثما كأنما كان على موعدي. قلت انظروا إلى هذه الجرأة التي نظر فيها إلى الرحمة ونسي شدة العقاب بانتهاك تلك الحرمة. وقد ذكرنا في أول الكتاب هذا أن رجلا زنى بامرأة في الكعبة فمسخ حجرين، ولقد دخلوا على أبي نواس في مرض موته فقالوا له تب إلى الله عز وجل، فقال إياي تخوفون. فعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي شفاعة، وإني اختبأت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. حاشية صحيح بلفظ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أبو داود في السنة، باب في الشفاعة برقم 39700 بعد 4000، والترمذي في صفة القيامة باب ما جاء في الشفاعة في الصفحة 35400 بعد 2000 والصفحة 36400 بعد 2000، وابن ماجه في الزهد باب ذكر الشفاعة في الصفحة 10 بعد 304000، وأحمد في المسند في الجزء الثالث الصفحة 13 بعد 200، والحاكم في المستدرك في الجزء الأول الصفحة 69، وصحيح الجامع في الصفحة 14 بعد 703000، وانتهت الحاشية. أفترى لا أكون أنا منهم؟ قال المصنف رحمه الله وخطأ هذا الرجل من وجهين، أحدهما أنه نظر إلى جانب الرحمة ولم ينظر إلى جانب العقاب، والثاني أنه نسي أن الرحمة إنما تكون للتائب كما قال عز وجل وإني لغفار لمن تاب، طه 82، وقال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، الأعراف 56%. وهذا التلبيس هو الذي يهلك عامة العوام، وقد كشفناه في ذكر أهل الإباحة. فصل. ومن العوام من يقول هؤلاء العلماء يحافظون على الحدود، فلان يفعل كذا وفلان يفعل كذا، فأمري أنا قريب. وكشف هذا التلبيس أن الجاهل والعالم في باب التكليف سواء، فغلبة الهوى للعالم لا تكون عذرا للجاهل. وبعضهم يقول ما قدر ذنبي حتى أعاقب، ومن أنا حتى أآخذ، وذنبي لا يضره وطاعتي لا تنفعه وعفوه أعظم من جرمي، كما قال قائلهم من أنا عند الله حتى إذا أذنبت لا يغفر لي ذنبي. وهذه حماقة عظيمة، كأنه معتقد أنه لا يؤاخذ إلا ضدا أو ندا، ثم ما علموا أنه بالمخالفة قد صاروا في مقام معاند. وسمع ابن عقيل رحمه الله رجلا يقول من أنا حتى يعاقبني الله، فقال له أنت الذي لو أمات الله جميع الخلائق وبقيت أنت لكان قوله تعالى يا أيها الناس، البقرة 21، خطابا لك. ومنهم من يقول سأتوب وأصلح، وكم من أبله ساكن الأمل فاختطفه الموت قبله، وليس من الحزم تعجيل الخطأ وانتظار الصواب، وربما لم تتهيأ التوبة، وربما لم تصح، وربما لم تقبل، ثم لو قبلت بقي الحياء من الجناية أبدا، فمرارة خاطر المعصية حتى تذهب أسهل من معاناة التوبة حتى تقبل. ومنهم من يتوب ثم ينقض فيرج عليه إبليس بالمكائد لعلمه بضعف عزمه. حاشية يلد أي يدخل، انتهى. وعن الحسن أنه قال إذا نظر إليك الشيطان ورآك على غير طاعة الله تعالى فنعاك، وإذا رآك مداوما على طاعة الله ملك ورفضك، وإذا رآك مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيك. فصل. ومن تلبيسه عليهم أن يكون لأحدهم نسب معروف فيغتر بنسبه فيقول أنا من أولاد أبي بكر، وهذا يقول أنا من أولاد علي، وهذا يقول أنا شريف من أولاد الحسن أو الحسين، أو يقول أنا قريب النسب من فلان العالم أو من فلان الزاهد. وهؤلاء يبنون أمرهم على أمرين، أحدهما أنهم يقولون من أحب إنسانا أحب أولاده وأهله، والثاني أن هؤلاء لهم شفاعة وأحق من شفعوا فيه أهلهم وأولادهم، وكلا الأمرين غلط. أما المحبة فليست محبة الله عز وجل كمحبة الآدميين، وإنما يحب من أطاعه، فإن أهل الكتاب من أولاد يعقوب لم ينتفعوا بآبائهم، ولو كانت محبة الأب تسري لسرى إلى البعض أيضا. وأما الشفاعة فقد قال الله تعالى
ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الأنبياء 28. ولما أراد نوح حمل ابنه في السفينة قيل له إنه ليس من أهلك. هود 46. ولم يشفع إبراهيم في أبيه ولا نبينا في أمه، وقد قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها لا أغني عنك من الله شيئا. سبق تخريجه. ومن ظن أنه ينجو بنجاة أبيه كان كمن ظن أنه يشبع بأكل أبيه. فصل. ومن تلبيسه عليهم أن يعتمد أحدهم على خلة خير ولا يبالي بما فعل بعدها. حاشية. الخلة الخصلة يقال فيه خلة حسنة وخلة سيئة والجمع خلال، انتهى. فمنهم من يقول أنا من أهل السنة وأهل السنة على خير، ثم لا يتحاشى عن المعاصي. وكشف هذا التلبيس أن يقال لهم إن الاعتقاد فرض والكف عن المعاصي فرض آخر، فلا يكفي أحدهما عن صاحبه. وكذلك تقول الروافض نحن يدفع عنا موالاة أهل البيت، وكذبوا، فإنه إنما يدفع التقوى. ومنهم من يقول أنا ألازم الجماعة وأفعل الخير وهذا يدفع عني، وجوابه كجواب الأول. فصل. ومن هذا الفن تلبيسه على العيارين في أخذ أموال الناس. حاشية. العيار من الرجال الذي يخلي نفسه وهواها لا يردعها ولا يسجرها، انتهى. فإنهم يسمون بالفتيان ويقولون الفتى لا يزني ولا يكذب ويحفظ الحرم ولا يهتك ستر امرأة، ومع هذا لا يتحاشون من أخذ أموال الناس وينسون تقلي الأكباد على الأموال، ويسمون طريقتهم الفتوة. حاشية. تقلى الشيء إلى نفسه تبغض، وتقلى فلان تقلب متململ، انتهت الحاشية. وربما حلف أحدهم بحق الفتوة فلم يأكل ولم يشرب، ويجعلون إلباس السراويل للداخل في مذهبهم كإلباس الصوفية للمريد المرقعة. وربما يسمع أحد هؤلاء عن ابنته أو أخته كلمة وزر لا تصح لا تصح، وربما كانت من محرض فقتلها ويدعون أن هذه فتوة. وربما افتخر أحدهم بالصبر على الضرب. عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه كان يقول كنت كثيرا أسمع والدي أحمد بن حنبل يقول رحم الله أبا الهيثم، فقلت من أبو الهيثم؟ فقال أبو الهيثم الحداد، لما مددت يدي إلى العقاب وأخرجت للسياط فإذا أنا بإنسان يجذب ثوبي من ورائي ويقول لي تعرفني؟ قلت لا. قال أنا أبو الهيثم العيار اللص الطرار، مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني ضربت 18,000 صوت بالتفاريق، وصبرت على ذلك على طاعة الشيطان لأجل الدنيا، فاصبر أنت في طاعة الرحمن لأجل الدين. حاشية. الطرار النشال يشق ثوب الرجل يسل ما فيه، انتهى. قلت أبو الهيثم هذا يقال له خالد الحداد، وكان يضرب المثل بصبره. قال له المتوكل ما بلغ من جلدك؟ قال املأ لي جرابي عقارب ثم ادخل يدي فيه، وانه ليؤلمني ما يؤلمك، ولا اجد لاخر صوت من الالم ما اجد لاول صوت، ولو وضعت في فمي خرقة وانا اضرب لاحترقت من حرارة ما يخرج من جوفي، ولكنني وطنت نفسي على الصبر. فقال له الفتح ويحك، مع هذا اللسان والعقل ما يدعوك إلى ما أنت عليه من الباطل؟ فقال أحب الرياسة. فقال المتوكل نحن خليدية. وقال الفتح أنا خليدي. حاشية. خليدي نسبة إلى خالد على غير القياس، انتهت الحاشية. وقال رجل لخالد يا خالد ما أنتم لحوم ودماء فيؤلمكم الضرب؟ فقال بلى يؤلمنا، ولكن معنا عزيمة صبر ليست لكم. وقال داود بن علي لما قدم بخالد اشتهيت أن أراه، فمضيت إليه فوجدته جالسا غير متمكن لذهاب لحم أليتيه. حاشية. الألية العجيزة أو ما ركبها من شحم ولحم، وألية الساق والخنصر والإبهام اللحمة المرتفعة تحت كل منها، وألية القدم اللحم المرتفع يقع عليه المشي، والجمع ألايا، انتهت الحاشية. فوجدته جالسا غير متمكن لذهاب لحم أليتيه من الضرب،
وإذا حوله فتيان فجعلوا يقولون ضرب فلانا وفعل بفلان كذا، فقال لهم لا تتحدثوا عن غيركم، افعلوا أنتم حتى يتحدث عنكم غيركم. قال المصنف رحمه الله: فانظروا إلى الشيطان كيف يتلاعب بهؤلاء فيصبرون على شدة الألم ليحصل لهم الذكر، ولو صبروا على يسير التقوى لحصل لهم الأجر، والعجب أنهم يظنون لحالهم مرتبة وفضيلة مع ارتكاب العظائم. فصل: ومن العوام من يعتمد على نافلة ويضيع فرائض، مثل أن يحضر المسجد قبل الأذان ويتنفل، فإذا صلى مأموما سابق الإمام. ومنهم من لا يحضر في أوقات الفرائض ويزاحم ليلة الرغائب. حاشية: أي ما أحدثت في بيت المقدس سنة 48 و400 في أول خميس من رجب، وهي صلاة 12 ركعة بين المغرب والعشاء، وظن الناس أنها مشروعة وهي مبتدعة، وكما يحدث في بدعة ليلة النصف من شعبان. انتهى. ومنهم من يتعبد ويبكي وهو مصر على الفواحش لا يتركها، فإن قيل له قال سيئة وحسنة والله غفور رحيم. وجمهورهم يتعبد برأيه فيفسد أكثر مما يصلح. ورأيت رجلا منهم قد حفظ القرآن وتزهد ثم جب نفسه، وهذا من أفحش الفواحش. حاشية: جب الخصية استأصلها، وجب فلانا غلبه. انتهى. فصل: وقد لبس إبليس على خلق كثير من العوام يحضرون مجالس الذكر ويبكون ويكتفون بذلك، ظنا منهم أن المقصود الحضور والبكاء، لأنهم يسمعون فضل الحضور في مجالس الذكر، ولو علموا أن المقصود إنما هو العمل، وإذ لم يعمل بما يسمع كان زيادة في الحجة عليه. وإني لأعرف خلقا يحضرون المجلس منذ سنين ويبكون ويخشعون، ولا يتغير أحدهم عما قد اعتاده من المعاملة في الربا والغش في البيع والجهل بأركان الصلاة والغيبة للمسلمين والعقوق للوالدين. وهؤلاء قد لبس عليهم إبليس فأراهم أن حضور المجلس والبكاء يدفع عنه ما يلابس من الذنوب، وأرى بعضهم أن مجالسة العلماء والصالحين يدفع عنكم، وشغل آخرين بالتسويف بالتوبة فطال عليهم مطالهم، وأقام قوما منهم للتفرج فيما يسمعونه وأهملوا العمل به. فصل: وقد لبس إبليس على أصحاب الأموال من أربعة أوجه: أحدها من جهة كسبها، فلا يبالون كيف حصلت وقد فشى الربا في أكثر معاملاتهم وأنسوه، حتى إن جمهور معاملاتهم خارجة عن الإجماع. وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال من حلال أو حرام. حاشية: صحيح البخاري في البيوع باب من لم يبالي من حيث كسب المال، وباب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع. الجزء الرابع، الصفحة 47 و300. انتهت الحاشية. والثاني من جهة البخل بها، فمنهم من لا يخرج الزكاة أصلا اتكالا على العفو، ومنهم من يخرج بعضها ثم يغلبه البخل فينظر أن المخرج يدفع عنه، ومنهم من يحتال لإسقاطها مثل أن يهب المال قبل الحول ثم يسترده، ومنهم من يحتال بإعطاء الفقير ثوبا يقومه عليه بعشرة دنانير وهو يساوي دينارين، ويظن ذلك الجاهل أنه قد تخلص، ومنهم من يخرج الرديء مكان الجيد، ومنهم من يعطي الزكاة لمن يستخدمه طول السنة فهي على الحقيقة أجره، ومنهم من يخرج الزكاة كما ينبغي فيقول له إبليس ما بقي عليك، فيمنعه أن يتنفل بصدقة حبا للمال فيفوته أجر المتصدقين ويكون المال رزق غيره. وعن الضحاك عن ابن عباس قال: أول ما ضرب الدرهم أخذه إبليس فقبله ووضعه على عينه وسرته وقال: بك أطغى وبك أكفر، رضيت من ابن آدم حبه الدينار من أن يعبدني. حاشية: إسناده ضعيف لأن طريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس منقطعة، انظر الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للدكتور محمد أبو شهبة في الصفحة 19 بعد 200. انتهى. وعن عبد الله قال: إن الشيطان يرد الإنسان بكل ريدة، فإذا أعياه اضطجع في ماله فيمنعه أن ينفق منه شيئا. والثالث من حيث التكثير بالأموال،
فإن الغني يرى نفسه خيرا من الفقير، وهذا جهل، لأن الفضل بفضائل النفس اللازمة لها لا بجمع حجارة خارجة عنها، كما قال الشاعر: غنى النفس لمن يعقل خير من غنى المال، وفضل الناس في الأنفس ليس الفضل في الحال. حاشية البيتان للشاعر أبي فراس الحمداني، انظر ديوانه في الصفحة 22 بعد 100 انتهى. والرابع في إنفاقها، فمنهم من ينفقها على وجه التبذير والإسراف، تارة في البنيان الزائد على مقدار الحاجة وتزويق الحيطان وزخرفة البيوت وعمل الصور، وتارة في اللباس الخارجي بصاحبه إلى الكبر والخيلاء، وتارة في المطاعم الخارجة إلى السرف. وهذه الأفعال لا يسلم صاحبها من فعل محرم أو مكروه، وهو مسؤول عن جميع ذلك. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، لا تزول قدماك يوم القيامة بين يدي الله عز وجل حتى تسأل عن أربع: عمرك فيما أفنيته، وجسدك فيما أبليته، ومالك من أين اكتسبته وأين أنفقته. حاشية صحيح عن أبي برزة الأسلمي، وزاد فيه: وعن علمه ما فعل فيه. الترمذي في صفة القيامة، باب في القيامة، في الصفحة 17 بعد 400 و2000. صحيح الجامع للألباني في الصفحة 300 بعد 7000 انتهى. ومنهم من ينفق في بناء المساجد والقناطر إلا أنه يقصد الرياء والسمعة وبقاء الذكر، فيكتب اسمه على ما بني، ولو كان عمله لله عز وجل لاكتفى بعلمه سبحانه وتعالى. ولو كلف أن يبني حائطا من غير أن يكتب اسمه عليه لم يفعل. ومن هذا الجنس إخراجهم الشمع في رمضان في الأنوار طلبا للسمعة، ومساجدهم طول السنة مظلمة، لأن إخراجهم قليل من دهن كل ليلة لا يؤثر في المدح ما يؤثر في إخراج شمعة في رمضان. ولقد كان إغناء الفقراء بثمن الشمع أولى، وربما خرجت الأضواء الكثيرة والسرف الممنوع منه غير أن الرياء يعمل عمله. وقد كان أحمد بن حنبل يخرج إلى المسجد وفي يده سراج فيضعه ويصلي. ومنهم من إذا تصدق أعطى الفقير والناس يرونه، فيجمع بين قصده مدحهم وبين إذلال الفقير. وفيهم من يجعل منه الدنانير الخفاف، فيكون في الدينار قيراطان ونحو ذلك، وربما كانت رديئة فيتصدق بها بين الجمع مكشوفة، ليقال: قد أعطى فلان فلانا دينارا. وبالعكس من هذا، كان جماعة الصالحين المتقدمين يجعلون في القرطاس الصغير دينارا ثقيلا يزيد وزنه على دينار ونصف، ويسلمونه إلى الفقير في سر، فإذا رأى قرطاسا صغيرا ظنه قطعة، فإذا لمسه وجد تدوير دينار ففرح، فإذا فتحه ظنه قليل الوزن، فإذا رآه ثقيلا ظنه يقارب الدينار، فإذا وزنه فرآه زائدا على الدينار اشتد فرحه، فالثواب يتضاعف للمعطي عند كل مرتبة. ومنهم من يتصدق على الأجانب ويترك بر الأقارب وهم أولى. وعن سليمان بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذوي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. حاشية صحيح الترمذي في الزكاة، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة في الصفحة 58 و600، والنسائي في الزكاة، باب الصدقة على الأقارب، الجزء الخامس الصفحة 92، وابن ماجه في الزكاة، باب فضل الصدقة في الصفحة 44 بعد 800 و1000، وأحمد في المسند، الجزء الرابع الصفحة 17 و18. وصحيح الجامع في الصفحة 58 و800 و3000 انتهت الحاشية. ومنهم من يعلم فضيلة التصدق على القرابة إلا أن يكون بينهما عداوة دنيوية فيمتنع من مواساته مع علمه بفقره، ولو واساه كان له أجر الصدقة والقرابة ومجاهدة الهوى. وقد روي عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. حاشية صحيح أحمد في المسند، الجزء الثالث الصفحة 200 بعد 400، والجزء الخامس الصفحة 16 بعد 400، والحاكم في المستدرك، الجزء الأول الصفحة 600 بعد 400، وصحيح الجامع في الصفحة 10 بعد 100 و1000، والكاشح العدو المبغض. انتهت الحاشية. قال المصنف رحمه الله: وإنما قبلت هذه الصدقة
وفضلت لمخالفة الهوى، فإن من تصدق على ذي قرابة يحبه بحبه فقد اتفق على هواه. ومنهم من يتصدق ويضيق على أهله في النفقة. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. حاشية: صحيح مسلم في الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، الصفحة 95. ورواه أحمد والنسائي وكلهم عن حكيم بن حزام. انتهت الحاشية. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: عندي دينار. فقال: تصدق به على نفسك. قال: عندي دينار آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي دينار آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي دينار آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به. حاشية: صحيح النسائي في الزكاة، باب الصدقة عن ظهر غنى، الجزء 5 صفحة 62. وأحمد في المسند، الجزء 3 صفحة 74. وانتهت الحاشية. ومنهم من ينفق في الحج ويلبس عليه إبليس بأن الحج قربة، وإنما مراده الرياء والفرجة ومدح الناس. قال رجل لبشر الحافي: أعددت 2000 درهم للحج. فقال: أحججت؟ قال: نعم. قال: اقضي دين مدين. قال: ما تميل نفسي إلا إلى الحج. قال: مرادك أن تركب وتجيء ويقال فلان حاجي. ومنهم من ينفق على الأوقات والرقص ويرمي الثياب على المغني ويلبس عليه إبليس بأنك تجمع الفقراء وتطعمهم، وقد بينا أن ذلك مما يجب فساد القلوب. ومنهم من إذا جهز ابنته صاغ لها دست الفضة ويرى الأمر في ذلك قربة، وربما كانت له ختمة فتقدم مجامر الفضة، ويحضر هناك قوم من العلماء، فلا هو يستعظم ما فعل ولا هم ينكرون اتباعا للعادة. ومنهم من يجور في وصيته ويحرم الوارث، ويرى أنه ماله يتصرف فيه كيف شاء، وينسى أنه بالمرض قد تعلقت حقوق الوارثين به. عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حاف في الوصية قذف في الوباء، والوباء واد في جهنم. وعن الأعمش عن خيثمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يقول: ما غلبني عليه ابن آدم فلن يغلبني على 3: آمره بأخذ المال من غير حقه، وآمره بإنفاقه في غير حقه، ومنعه من حقه. انتهى الوجه الأول. الوجه الثاني يبدأ حالا. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حاف عند الوصية قذف في الوباء، والوباء واد في جهنم. حاشية: ضعيف الديلمي في مسند الفردوس بلفظ: من حاف في الوصية ألقي في لاوى واد في أسفل النار، برقم 17505000. انتهت الحاشية. وعن الأعمش عن خيثمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يقول: ما غلبني عليه ابن آدم فلن يغلبني على 3: آمره بأخذ المال من غير حقه، وآمره بإنفاقه في غير حقه، ومنعه من حقه. حاشية: إسناده ضعيف فيه علتان. الأعمش مع أنه ثقة حافظ إلا أنه يدلس وقد عنعنه ولم يصرح بالسماع. وخيثمة ابن عبد الرحمن الجعفي ثقة إلا أنه يرسل، وهذا من مراسيله. انتهت الحاشية. فصل: وقد لبس إبليس على الفقراء، فمنهم من يظهر الفقر وهو غني، فإن أضاف إلى هذا السؤال والأخذ من الناس فإنما يستكثر من نار جهنم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل منه أو ليستكثر. حاشية: صحيح مسلم في الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، في الصفحة 500. انتهى. وإن لم يقبل هذا الرجل من الناس شيئا، وكان مقصوده بإظهار الفقر أن يقال: رجل زاهد فقد راء، وإن كتم نعمة الله عنده ليظهر عليه الفقر لئلا ينفق، ففي ضمن بخله الشكوى من الله. وقد ذكرنا فيما تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بادئ الهيئة فقال: هل لك من مال؟ قال: نعم. قال: فلترى نعمة الله عليك. حاشية: سبق تخريجه. انتهى. وإن كان فقيرا محقا فالمستحب له كتمان الفقر وإظهار التجمل، فقد كان في السلف من يحمل مفتاحا يوهم أن له دارا ولا يبيت إلا في المساجد. فصل: ومن تلبيس إبليس على الفقراء أنه
يري نفسه وهو خير من الغني، إذ قد زهد فيما رغب ذلك الغني فيه، وهذا غلط، وأن الخيرية ليست بالوجود والعدم، وإنما هي بأمر وراء ذلك. فصل. وقد لبس إبليس على جمهور العوام بالجريان مع العادات، وذلك من أكثر أسباب هلاكهم، فمن ذلك أنهم يقلدون الآباء والأسلاف في اعتقادهم على ما نشأوا عليه من العادة، فترى الرجل منهم يعيش 50 سنة على ما كان عليه أبوه، ولا ينظر أكان على صواب أم على خطأ. ومن هذا تقليد اليهود والنصارى والجاهلية أسلافهم، وكذلك المسلمون يجرون في صلاتهم وعباداتهم مع العادة، فترى لرجل يعيش 2 سنين يصلي على صورة ما رأى الناس يصلون، ولعله لا يقيم الفاتحة ولا يدري ما الواجبات، ولا يسهل عليه أن يعرف ذلك هوانا بالدين، ولو أنه أراد تجارة لسأل قبل سفره عما ينفق في ذلك البلد. ثم ترى أحدهم يركع قبل الإمام ويسجد قبل الإمام، ولا يعلم أنه إذا ركع قبله فقد خالفه في ركن، فإذا رفع قبله فقد خالفه في ركنين فبطلت صلاته. وقد رأيت جماعة يسلمون عند تسليم الإمام وقد بقي عليهم من التشهد الواجب شيء، وذاك أمر لا يحمله الإمام، فتكون صلاته باطلة، وربما يترك أحدهم فريضة ويزيد في نافلة، وربما أهمل غسل بعض العضو كالعقب، وربما كان في يده خاتم قد حصر الإصبع فلا يديره وقت الوضوء، ولا يصل الماء إلى ما تحته فلا يصح وضوءه. وأما بيعهم وشراؤهم فأكثر عقودهم فاسدة، ولا يتعرفون حكم الشرع فيها، ولا يخفى على أحدهم أن يقلد فقيها في رخصته استقلالا منهم للدخول تحت حكم الشريعة، وقل أن يبيعوا شيئا إلا وفيه غش ويغطيه عيب، والجلاء يغطي عيوب الذهب الرديء، حتى إن المرأة تضع الغزل في الأنداء وتنديه ليثقل وزنه. حاشية: مفردها الندي، وهو بخار الماء يتكاثف في طبقات الجو الباردة، بل الندى يتكاثف في طبقات الجو الباردة في أثناء الليل ويسقط على الأرض قطرات صغيرة. انتهى. ومن جريانهم مع العادة أن أحدهم يتوانى في صلاته المفروضة في رمضان ويفطر على الحرام ويغتاب الناس، وربما لو ضرب بالخشب لم يفطر في العادة، لأن في العادة استبشاع الفطر. ومنهم من يدخل في الربا بالاستئجار فيقول: ما 20 دينارا لا أملك غيرها، فإن أنفقتها ذهبت، وأنا أستأجر بها دارا وآكل أجرة الدار، ظنا منه أن هذا الأمر قريب. ومنهم من يرهن الدار على شيء ويؤدي ويقول: هذا موضع ضرورة، وربما كانت له دار أخرى وفي بيته آلات لو باعها لاستغنى عن الرهن والاستئجار، ولكنه يخاف على جهه أن يقال قد باع داره، أو أنه يستعمل الخزف مكان الصفر. حاشية: المقصود النحاس الأصفر. انتهى. ومما جروا فيه على العادات اعتمادهم على قول الكاهن والمنجم والعراف، وقد شاع ذلك بين الناس واستمرت به عادات الأكابر، فقل أن ترى أحدا منهم يسافر أو يفصل ثوبا أو يحتجم إلا سأل المنجم وعمل بقوله، ولا تخلو دورهم من تقويم، وكم من دار لهم ليس فيها مصحف. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فينقرها في أذن وليه نقر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. حاشية: صحيح البخاري في الطب باب الكهانة، الجزء 10 الصفحة 27 و200. وفي الأدب باب قول الرجل للشيء ليس بشيء، الجزء 10 الصفحة 11 بعد 600. ومسلم في السلام باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، الصفحة 22 و123. انتهى. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. حاشية: صحيح مسلم في السلام باب تحريم الكهانة، الصفحة 25 والمئة. انتهى. وروى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. حاشية: صحيح الترمذي في الطهارة باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض، الصفحة 35 والمئة. أبو داود في الطب باب في الكاهن برقم 94,000.
وابن ماجه في الطهارة باب النهي عن إتيان الحائض، الصفحة 39 و600، وأحمد في المسند الجزء الثاني صفحة 48 وصحيح الجامع الصفحة 42 بعد 900 و5000. انتهت الحاشية. ومن جريانهم مع العادات كثرة الأيمان الحانثة التي أكثرها ظهار وهم لا يعلمون، فأكثر قولهم في الأيمان حرام علي إن بعت. ومن عاداتهم لبس الحرير والتختم بالذهب، وربما تورع أحدهم عن لبس الحرير ثم لبسه في وقت كالخطيب يوم الجمعة. ومن عاداتهم إهمال إنكار المنكر، حتى إن رجل يرى أخاه أو قريبه يشرب الخمر ويلبس الحرير فلا ينكر عليه ولا يتغير، بل يخالطه مخالطة حبيب. ومن عاداتهم أن يبني الرجل على باب داره مصطبة يضيق بها طريق المارة، وقد يجتمع على باب داره ماء مطر ويكثر فيجب عليه إزالته، وقد أثم بكونه كان سببا لأذى المسلمين. ومن عاداتهم دخول الحمام بلا مئزر، وفيهم من إذا دخل بمئزر رمى به على فخذه فيرى جوانب أليتيه، ويسلم نفسه إلى المدلك فيرى بعض عورته ويمسها بيده، لأن العورة من السرة إلى الركبة، ثم ينظر هؤلاء إلى عورات الناس ولا يكاد يغض ولا ينكر. ومن عاداتهم ترك القيام بحق الزوجة، وربما اضطروها إلى أن تسقط مهرها، ويظن الزوج أنه قد تخلص بما قد أسقطته عنه. وقد يميل الرجل إلى إحدى زوجتيه دون الأخرى فيجور في القسم متهاونا بذلك ظنا أن الأمر فيه قريب. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت له امرأتان يميل إلى إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر إحدى شقيه ساقطا أو مائلا. حاشية: حنث في يمينه لم يبر فيها وأثم. والحديث صحيح. النسائي في عشرة النساء باب ميل الرجل إلى بعض نسائه، الجزء السابع صفحة 63. وابن ماجه في النكاح باب القسمة بين النساء، صفحة 69 و900 بعد 1000. وأحمد في المسند الجزء الثاني صفحة 95 بعد 200 و47 بعد 300 و71 بعد 400. وصحيح الجامع الصفحة 15 بعد 506 آلاف. وانتهت الحاشية. ومن عادتهم إثبات الفلس عند الحاكم. حاشية: فلس من الشيء خلا منه وتجرد، وفلس القاضي فلانا حكم بإفلاسه. انتهت الحاشية. ويعتقد الذي حكم له بالفلس أنه قد سقطت عنه بذلك الحقوق، وقد يوسر ولا يؤدي حقا. ومنهم من لا يقوم من دكانه بحجة الفلس إلا وقد جمع مالا من أموال المعاملين فأضر به ينفقه في مدة استتاره، وعنده أن الأمر في ذلك قريب. ومما جروا فيه على العادات أن الرجل يستأجر ليعمل طول النهار فيضيع كثيرا من الزمان، إما بالتثبط في العمل أو بالبطالة أو بإصلاح آلات العمل، مثل أن يحد النجار الفأس والشقاق المنشار، ومثل هذا خيانة إلا أن يكون ذلك يسيرا قد جرت العادة بمثله. وقد يفوت أكثرهم الصلاة ويقول أنا في إجارة رجل، ولا يدري أن أوقات الصلاة لا تدخل في عقد الإجارة. وقلة نصحهم في أعمالهم كثيرة. ومما جروا فيه على العادة دفن الميت في التابوت، وهذا فعل مكروه. وأما الكفن فلا يتباهى فيه بالمغالاة، يجب أن يكون وسطا. ويدفنون معه جملة من الثياب، وهذا حرام لأنه إضاعة للمال، ويقيمون النوح على الميت. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. حاشية: صحيح مسلم في الجنائز باب التشديد في النياحة في الصفحة 29. ودرع من جرب يعني يسلط على أعضائها الجرب والحكة بحيث يغطى بدنها تغطية الدرع وهو القميص. انتهى. ومن عاداتهم اللطم وتمزيق الثياب وخصوصا النساء. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. حاشية: الطغام راذل الناس وأوغادهم، ويقال طير طغام. انتهى. وربما رأوا المصاب قد شق ثوبه فلم ينكروا عليه، بل ربما أنكروا ترك شق الثوب وقالوا ما أثرت عنده المصيبة.
ومن عاداتهم يلبسون بعد الميت الدون من الثياب ويبقون على ذلك شهرا أو سنة، وربما لم يناموا هذه المدة في سطح. ومن عاداتهم زيارة المقابر في ليلة النصف من شعبان وإيقاد النار عندها وأخذ تراب القبر المعظم. قال ابن عقيل: لما شقت التكاليف على الجهال وعلى الطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. قال: وهم كفار عندي بهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور وإكرامها بما نهى الشرع عنه من إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقها. حاشية: خلق طيبه بالخلوق. انتهت الحاشية. وخطاب الموتى بالألواح وكتابة الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذا، وأخذ التراب تبركة، وإفاضة الطيب على القبور، وشد الرحال إليها، وإلقاء الخرق على الشجر، اقتداء بمن عبد اللات والعزة. ولا تجد في هؤلاء من يحقق مسألة في زكاة فيسأل عن حكم يلزمه، والويل عندهم لمن لم يقبل مشهد الكهف. حاشية: المكان الذي يحضر فيه الناس، والمقصود هنا ضريح أصحاب الكهف. انتهى. ولم يتمسح بآجرة مسجد المأمونية يوم الأربعاء، ولم يقل الحمالون على جنازته أبو بكر الصديق أو محمد وعلي، ولم يكن معها نياحة، ولم يعقد على أبيه أزجا بالجص. حاشية: الأزج بناء مستطيل مقوس السقف، والجص من مواد البناء، والآجر اللبن المحرق المعد للبناء. انتهى. ولم يشق ثوبه إلى ذيله، ولم يرق ماء الورد على القبر، ويدفن مع ثيابه. فصل. وأما تلبيس إبليس على النساء فكثير جدا، وقد أفردت كتابا للنساء ذكرت فيه ما يتعلق بهن من جميع العبادات وغيرها، وأنا أذكرها هنا كلمات من تلبيس إبليس عليهن. فمن ذلك أن المرأة تطهر من الحيض بعد الزوال، فتغتسل بعد العصر، فتصلي العصر وحدها وقد وجبت عليها الظهر وهي لا تعلم. وفيهن من تؤخر الغسل يومين، وتحتج بغسل ثيابها وغسلهم ودخول الحمام، وقد تؤخر غسل الجنابة في الليل إلى أن تطلع الشمس، فإذا دخلت الحمام لم تتزر بمئزر. حاشية: المئزر الإزار. انتهى. وتقول: ما دخل إلي إلا القيمة. حاشية: بل القيمة، وهي المتولية شؤون الحمام. انتهى. وربما قالت: أنا وأختي وأمي وجاريتي، وهن نساء مثلي، فممن أستتر؟ وهذا كله حرام، فإن تأخير الغسل بغير عذر لا يجوز، ولا يحل للمرأة أن تنظر من المرأة ما بين سرتها وركبتها ولو كانت ابنتها وأمها، إلا أن تكون البنت صغيرة، فإذا بلغت 7 سنين استترت واستتر منها. وقد تصلي المرأة قاعدة وهي تقدر على القيام، فالصلاة حينئذ باطلة. وقد تحتج بنجاسة في ثوبها من بول طفلها وهي تقدر على غسله، ولو أرادت الخروج إلى الطريق لتهيأت واستعارت، وإنما هان عندها أمر الصلاة، وقد لا تعرف من واجبات الصلاة شيئا ولا تسأل. وقد ينكشف من الحرة ما يبطل صلاتها وتستهين به. وقد تستهين المرأة بإسقاط الحبل ولا تدري أنها إذا أسقطت ما قد نفخ فيه الروح فقد قتلت مسلما. وقد تستهين بالكفارة الواجبة عليها عند ذلك الفعل، فإنه يجب عليها أن تتوب وتؤدي ديته إلى ورثته، وهي غرة عبد أو أمة قيمتها نصف عشر دية أبيه أو عشر دية الأم، ولا ترث الأم من ذلك شيئا، ثم تعتق رقبة، فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين. حاشية: الغرة من كل شيء أوله وأكرمه، ومن الرجل وجهه، والغرة من القوم شريفهم وسيدهم. انتهى. وقد تسيء الزوجة عشرتها مع الزوج، وربما كلمته بالمكروه وتقول: هذا أبو أولادي وما بيننا هذا، وتخرج بغير إذنه وتقول: ما خرجت في معصية، ولا تعلم أن خروجها بغير إذنه معصية، ثم نفس خروجها لا يؤمن معه فتنة. وفيهن من تلازم القبور وتحد لا على الزوج. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت إلا على زوج 4 أشهر و10. حاشية: صحيح البخاري في الجنائز
باب إحداد المرأة على غير زوجها، الجزء الثالث صفحة 74، وفي مواضع أخرى متعددة، ومسلم في الطلاق باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة من الصفحة 58 إلى 63 انتهى. ومنهم من يدعوها زوجها إلى فراشه فتأبى وتظن هذا الخلاف ليس بمعصية وهي منهية عنه، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فباتت وهو عليها ساخط لعنتها الملائكة حتى تصبح. حاشية: صحيح البخاري في النكاح، باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، الجزء التاسع صفحة 200. ومسلم في النكاح، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، من الصفحة 120 إلى 122 انتهى. أخرجاه في الصحيحين. وقد تفرط المرأة في مال زوجها، ولا يحل لها أن تخرج من بيته شيئا إلا أن يأذن لها أو تعلم رضاه، وقد تعطي من ينجم لها بالحصى ويسحر، ومن تعمل لها نسخة محبة وعقد لسان، وكل هذا حرام. وقد تستجيز ثقب آذان الأطفال وهو حرام، فإن أفلحت وحضرت مجلس الواعظ فربما لبست خرقة من يد الشيخ الصوفي وتصافحه فصارت من بنات المنبر فخرجت إلى عجائب. وينبغي أن تكف عنان العلم اقتصارا على هذه النبذة، فإن هذا الأمر يطول، ولو بسطنا النبذ المذكورة في هذا الكتاب أو شيدنا ردنا على من رددنا عليه بالأحاديث والآثار لاجتمعت مجلدات، وإنما ذكرنا اليسير ليدل على الكثير. وقد اقتنعنا في ذكر فاحش القبيح من أفعال الغالطين بنفس حكايته دون تعاطي رده، لأن الأمر فيه ظاهر، والله يعصمنا من الزلل ويوفقنا لصالح القول والعمل بمنه وكرمه. الباب 13 في ذكر تلبيس إبليس على جميع الناس بطول الأمل. قال المصنف رحمه الله: كم قد خطر على قلب يهودي ونصراني حب الإسلام، فلا يزال إبليس يثبته ويقول: لا تعجل وتمهل في النظر، فيسوفه حتى يموت على كفره، وكذلك يسوف العاصي بالتوبة. حاشية: سوف فلانا مطله، وساوف فلانا ماطله انتهى. فيجعل له غرضه من الشهوات ويمنيه الإنابة، كما قال الشاعر: لا تعجل الذنب لما تشتهي، وتأمل التوبة من قابلي. وكم من عازم على الجد سوفه، وكم ساع إلى فضيلة ثبطه، فلربما عزم الفقيه على إعادة درسه فقال: استرح ساعة. أو انتبه العابد في الليل يصلي فقال له: عليك وقت. ولا يزال يحبب الكسل ويسوف العمل ويسند الأمر إلى طول الأمل، فينبغي للحازم أن يعمل على الحزم، والحزم تدارك الوقت وترك التسويف والإعراض عن الأمل، فإن المخوف لا يؤمن. حاشية: خاف توقع حلول مكروه أو فوت محبوب فهو خائف، والمفعول مخوف انتهى. فإن المخوف لا يؤمن والفوات لا يبعث. حاشية: أي لا يرجع ما ذهب انتهى. وسبب كل تقصير في خير أو ميل إلى شر طول الأمل، فإن الإنسان لا يزال يحدث نفسه بالنزوع عن الشر والإقبال على الخير، إلا أنه يعد نفسه بذلك. ولا ريب أنه من الأمل أن يمشي بالنهار سار سيرا فاترا، ومن أمل أن يصبح عمل في الليل عملا ضعيفا، ومن صور الموت عاجلا جدا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صل صلاة مودع. حاشية: حسن. ولفظه: صل صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. ويأس مما في أيدي الناس تعش غنيا،
وإياك وما يعتذر منه. السيوطي في الجامع الصغير وعزاه لأبي محمد الإبراهيمي في كتاب الصلاة وابن النجار عن ابن عمر، الجزء الأول الصفحة 47، وصحيح الجامع للألباني برقم 76,703. انتهت الحاشية. وقال بعض السلف: أنذركم سوف، فإنها أكبر جنود إبليس. ومثل العامل على الحزم والمساكن لطول الأمل كمثل قوم كانوا في سفر فدخلوا قرية، فمضى الحازم فاشترى ما يصلح لتمام سفره وجلس متأهبا للرحيل. وقال المفرط: سأتأهب، فربما أقمنا شهرا. فضرب بوق الرحيل في الحال، فاغتبط المحترز واغتم الآسف المفرط. فهذا مثل الناس في الدنيا، منهم المستعد المستيقظ، فإذا جاء ملك الموت لم يندم، ومنهم المغرور المسوف يتجرع مرير الندم وقت الرحلة. فإذا كان في الطبع حب التواني وطول الأمل، ثم جاء إبليس يحث على العمل بمقتضى ما في الطبع، صعبت المجاهدة. إلا أنه من انتبه لنفسه علم أنه في صف حرب، وأن عدوه لا يفتر عنه، فإن فتر في الظاهر أبطن له مكيدة وأقام له كمينا. ونحن نسأل الله عز وجل السلامة من كيد العدو وفتن الشيطان وشر النفوس والدنيا، إنه قريب مجيب، جعلنا الله من أولئك المؤمنين. تم بعون الله تعالى ووقع النسخ من العبد الضعيف المحتاج حسن ابن عبد الله، غفر الله له ولمن كان سببا له إلى الإسلام. التاريخ 1994. انتهى الشريط 28 والأخير من كتاب تلبيس إبليس. المؤلف الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي، المتوفى 97 للهجرة، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد علي أبو العباس. الناشر مكتبة القرآن بمصر، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت.